اوكي نبلش. السلام عليكم جميعا، كيفك يا اخوان؟ ان شاء الله بخير. المحاضره اليوم عندنا بعنوان الساينابس، وهي المحاضره التابعه للاكشن بوتنشل. فغير ضال عليك، روح اقرا لي محاضره الاكشن بوتنشل بعدين ارجع لي على هاي. تمام. هسه يا اخوان، ما هو الساينابس؟ الساينابس يا اخوان بكل بساطه هو عباره عن ملتقط التقاء عصب مع عضو ثاني اللي بعده. العضو اللي بعده ايش ممكن يكون؟ ممكن يكون عصب ثاني زي في هاي الحاله، ممكن يكون عضله، ممكن يكون جلاند. فانا هذا العصب بتلاقيه قاعد بنقل الكهرباء والاكشن بوتنشل في داخله وبده ينقلها لهذا العضو. ومرضان شو ممكن يكون؟ يا عصب يا عضله يا جلاند. فما هو الساينابس؟ الساينابس هي هذه المنطقه التي يلتقي فيها العصب الاول مع كمثال العصب اللي وراه والثاني. تمام. فالساينابس بكل بساطه هو سبيشالايزد جنكشن، عبارة عن وصلة خاصة وير ترانزميشن وانتقال المعلومات بصير عندي بين نيرف فايبر وعصب، وممكن يكون مع عضو ثاني. شو الأعضاء الثانية ممكن تكون؟ يا عصب يا عضلة يا جلاند. ولاحظوا يا إخوان بأنه هذا الساينابس، هل أنا عندي العصبين؟ نأخذ كمثال عصبين لأنه كل محاضرتنا راح تكون انتقال المعلومة بين الأعصاب بين بعض. هل أنا عندي هون عصبين وصلات مع بعض بشكل مباشر؟ لا. فإتس نوت أن أناتوميكال كونتينيويشن، وإنما إيش مالها؟ هي عبارة عن وصلة وظيفية بيناتهم. يعني قاعد بنقل معلومات من عصب إلى آخر، فهي عبارة عن physiological continuity. ممتاز. الساينابس طيب يا أخوان من إيش بتكون؟ خلينا نطلع مع بعض، خلينا بس نشيل هذا الفراغ، خلينا نشيل السهم هذا. الساينابس يا أخوان هي المنطقة اللي هون. تمام. لاحظوا يا أخوان هذا الفراغ اللي موجود بالنص، شو بيسموه؟ بيسموه synaptic cleft. شو معنى سينابتيك؟ اي من السينابس منطقه الاتصال، وكليفت الفراغ، فهو الفراغ في السينابس. طيب انا عندي هاي النهايه الموجوده او المنطقه الموجوده عندي اياها هون قبل الكليفت او قبل السينابس، شو بسميها؟ بسميها بري سينابتيك. تمام. بري سينابتيك اندينج، بري سينابتيك ممبرين اللي بدك اياه. وانا عندي هاي المنطقه اللي هون او غشاء هذا اللي هو الايش العصب بعد السينابس، شو بسميه؟ بسميه بوست ساي نابتك. تمام. يا سلام عليك. فانا عندي السينابس مكون من بري سينابتك بوست سينابتك وسينابتك كليفت. البري سينابتك يا اخوان وهذه الجزء اللي موجود عندي يا هون، لاحظ انه هو مكون من ايش؟ مكون من النهايات العصبيه. صحيح، من النهايات العصبيه. هاي النهايات العصبيه شو بتلاقي فيها؟ بتلاقي نهايه حرفين في عندي زي كره هون، هي كره كمان، هاي نهايه عصبيه بتكون زي هيك. هاي اخوان النهايات العصبيه في داخلها يوجد، خلينا نطلع الاحمر، زي حويصلات. زي ايش؟ حويصلات. هاي الحويصلات تحتوي في داخلها على مواد كيميائية لونها بالأزرق، قوم تحطه. هاي المواد الكيميائية اسمها نواقل عصبية أو نيرو ترانزميترز. فإذا قال لك البري سينابتيك كليفت شو بحتوي؟ بتحكي له على حويصلات فيها نيرو ترانزميترز. فأنا بحكي لك بري سينابتيك اندينج فيها نيرو ترانزميترز، والنقطة البوست سينابتيك ايش فيها؟ هسا هاي النيرو ترانزميترز عبارة عن نواقل عصبية، صح؟ مواد كيميائية راح تيجي تطلع يا اخوان، وهي هي المسؤولة باي ذا واي عن نقل المعلومات بين هذا العصب وهذا العصب اللي وراه. راح تيجي تطلع من هذا العصب هيك وتيجي تقعد لي هون بالكليفت، بعدين وين بتروح؟ بدها تروح على العصب اللي وراه، صح؟ هذا العصب اللي وراه يا اخوان هون في عندي فيه ايش؟ مستقبلات ريسبتورز. راح يجي هاي اللي هي النواقل العصبيه ونير ترانسميترز تربط فيها، ولما تربط فيها ستحفز هذا اللي هو الممبرين او اللي هو النيرون الثاني عشان يسوي اكشن بوتنشال فيه. تمام. فاذا شو صار عندي بالبري سينابتيك؟ نيرو ترانسميترز. بالبوست سينابتيك شو في عندي؟ مستقبلات لهي النيرو ترانسميترز. فالبوست سينابتيك يحتوي على ريسبتورز لهي النيرو ترانسميترز، والسينابتيك كليفت هو السبيس او الفراغ اللي بين البري سينابتيك والبوست سينابتيك. طب ناخذ شو هن وظائف السينابس. هذول يا اخوان فهم فقط لا غير. اول وظيفه وهي اهم وظيفه الترانزميت امبلسز، نقل الاشارات الكهربائيه، نقل الكهرباء، نقل الاكشن بوتنشل، نقل السيجنال، اي شيء بدك تسميها سميها. تمام. فاني انا انقل اكشن بوتنشل من نيرون الى نيرون اخر، زي كما شفنا هون. يعني انا بكون الاكشن بوتنشل ماشي عندي يا هون، راح انقله للعصب الثاني عن طريق هذا السينابس. وهي تعتبر ذا موست اند مين فانكشن. في الامتحان اجى قال لك وات از ذا مين فانكشن اوف ذا سينابس، شو بتحكي له؟ Transmitting impulses ونقل الإشارات. ثانيا it is integration. شو أنا قال له integration؟ وما هو الانتجريشن يا أخوان؟ بكل بساطة الانتجريشن شو عليك يا هون على جنب هون. الانتجريشن يا أخوان معناها التكامل. شو معناها؟ تكامل. كيف تكامل؟ إنه أنا يكون عندي هون أكثر من عصب كلهم طالع منهن إيش؟ axons. وكل هذول العصاب يا أخوان
قاعد بيطلع منها اكشن بوتنشل وكلياتها قاعده بتصب بنيرون واحد. فيا اخوان طلعوا كيف بانه انا عندي اكشن بوتنشل هون واكشن بوتنشل هون واكشن بوتنشل هون، كلهن قاعدات بيجي للساينابس بنجمعن مع بعض وبتجمعن وبنتقلن في هذا النيرون. هاي بسميها التكامل او الانتجريشن. وطبعا ممكن ايش تصير بالعكس، كيف يعني بالعكس؟ يعني يكون انا عندي نيرون واحد طالع منه اكسون، وهذا الاكسون طالع منه تيرمينلز بهذا الشكل، وهذا الاكسون قاعد بيغذي لي ايش ماله او قاعد بعطيني ايش اشاره لاكثر من نيرون. فهمنا كيف؟ فانه انا هاي بسميها انتجريشن، انه يكون عندي اكثر من عصب قاعد بيغذوا عصب واحد، او عصب واحد قاعد بيغذي ايش مجموعه اعصاب. فيا اخوان تخيلوا والله الاكشن بوتنشل قاعد بيمشي هون في هذا العصب، لما يوصل عند هاي العصب شو راح يصير فيه؟ هذا الاكشن بوتنشل راح يتوزع بين هاي الاعصاب، بصير ديسبيرس متوزع صح؟ وهذا اللي بسميه الانتجريشن. فكمثال انتجريشن انه انا عندي امبلس او اكشن بوتنشل او كهرباء ماشي بنيرون راح توصل على ساينابس فيه سيفرال بوست ساينابتك نيرونز. يعني انا عندي هاي الاكشن ماشي في هذا العصب وصل لعند الساينابس، وهذا الساينابس ايش فيه؟ فيه مجموعه من البوست ساينابتك نيرونز صحيح. هون شو راح يصير بهاي الاشاره؟ ذا امبلس ويل بي ديسبيرس راح تتوزع. وممكن القصه تصير بالعكس، انا عندي سيفرال امبلسز سيفرال سينابسز او عفوا سيفرال نيرونز موجوده عندي هون قاعد تلتقي بنيرون واحد وبتعطيها ايش الامبلس. طيب شو كان عندي وظيفه للسينابس؟ ديتيرمين ذا دايركشنز تحدد اتجاه النيرف سيجنال، تحدد اتجاه السيال العصبي بانه دائما يمشي في هذا الاتجاه من البودي لايش للاكسون تمام. فهذا السينابس بيسمح لي باني انا انقل سيال عصبي من عصب من عصب الى اخر دائما بهذا الاتجاه تمام تمام. ثانيا وعفوا وما نقطه زياده، بريفورم ا سيلكتيف فانكشن. هذا السينابس يا اخوان عنده القدره على القيام بايش؟ باكشن انتقائي. كيف يعني اكشن انتقائي؟ شو هذا سيلكتيف اكشن؟ بكل بساطه اختصر لك اياها، هذا السينابس يا اخوان بيقول لك اذا انه كانت الاشاره جاي من هون قويه بمرقها وبخليها تنتقل للنيورون اللي بعده، اذا كانت ضعيفه ما بمرقهاش بسوي لها بلوك تمام. فشو معنى انه والله انه يختار اكشن معين؟ انه القوي والاشارات القويه بمرقها بالسينابس وبنقولها للنيورون اللي بعده، بينما اذا كانت ضعيفه ما بنقولهاش. ولكن احيانا احيانا بيكون انه انا في عندي اشاره ضعيفه ولكن ايش مالها بدي اياها وبحتاجها، بيروح هذا السينابس بيمسك هاي الإشارة الضعيفة بيقويها بيسوي فيها amplification وبنقلها من نيورون إلى آخر. فلاحظ كيف إنه بسمح للسترونج سيجنالز تمشي وبسوي بلوك للويك والويك سيجنالز. ولكن إذا كان عندي ويك سيجنال أنا بحتاجها بيروح بيسوي لها selecting بيختارها وamplified بيقويها وبعدين بنقلها تمام. هاي النقطة اشطبوا لي إياها. آخر نقطة يا أخوان بيحكي لك السينابتك ترانزميشن، نقل المعلومات من نيرون الى اخر يتم التحكم فيه عن بطريق ايش؟ يا اشارات تحفيزيه او اشارات تثبيطيه. كيف يعني اشارات تحفيزيه او تثبيطيه؟ يعني يا اخوان انا عندي هاي المعلومه اللي انتقلت من هذا النيرون الى هذا النيرون، هاي معلومه ممكن تكون معلومه تحفيزيه تحفز هالنيرون هذا يكون اكشن بوتنشال جواته، او ممكن تكون اشاره تثبيطيه. شو تسوي هذا الاكشن بوتنشل؟ تثبطه تسوي فيه انهبيشن وتمنع تكوين الاكشن بوتنشل فيه تمام. فعلى حسب شو الاشاره بصير عند الاكشن بنيورون اللي بعده. بس هاي كل القصه. طب ما هي انواع السينابسز؟ زي ما قلت لك انا عندي العصب ممكن والله انه يلتقي مع ايش؟ يا مع عصب ثاني ويسوي سينابس مع هذا النيرون، او انه يسوي مع عضله او مع جلاند صح. فاول نوع سينابسز هو السينابس مع نذر نيرون صحيح، وهون هو عباره عن وصل بين توين تو نيرز، وهي راح تكون موضوع محاضرتنا ان شاء الله. هسه يا اخوان انا عندي ثلاث انواع من هذول السينابسز مع النيرونز. انا يا اخوان بعرف بانه العصب ايش في عليه هون؟ دندرايت صح، اللي هي الزوائد. انا يا اخوان هاي اللي هي عباره عن النهايه اللي هون ممكن تكون وصلتها مع هاي الزوائد. شو بسمي هذا السينابس؟ بسميه اكزو دندريتك، اي اكزون من هون من العصب اللي قبل ملتقي مع الدندرايتس من العصب اللي بعد. او ممكن يكون انا عندي يا اخوان، خلينا والله اشيل هاي على السريع من الحاي بس عفوا على المقاطعه، وممكن يكون عندي يا اخوان انا عندي هون نيرون والاكسون تبعه مع مين مرتبط؟ مع الاكسون الثاني صح، مع اكسون ثاني. فانا لاحظ ان قاعد بنقل الاشارات الى ايش؟ الى الاكسون. فهذا السينابس شو بسميه؟ بسميه اكسون واكسون، فبسميه اكسو اكسونيك. او ممكن يكون السينابس بين انا نيرون موجود عندي يا هون وجاي مسوي الاتصال مع مين؟ مع السيل بادي، مع السوما صح. فهذا شو بسميه؟ بسميه اكزو
سوماتيك، فالنوع الاخير هو الاكزوسوماتيك سينابس. صحيح، ممتاز. شوفي انواع سينابسز اخرى، قلنا اول واحد بين نيرون ونيرون ثاني، ممكن يكون نيورومسكولار، اي بين نيرون وعضله، هذا عباره عن سينابس بين موتور نيرون او اللي هو عصب حركي ومسل. واخر واحد اللي هي نيروجراندولار، ما بين نيرون وجلاند، وهو السينابس بيصير ما بين النيرون وبين الجلاند سواء اندوكراين او اكسوكراين، راح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل لقدام. طيب اخوان، انا نقل الاشارات عبر السينابس كيف بتصير عندي؟ بكل بساطه عندي طريقين، يا كيميكالي ترانزميشن يا الكتريكالي ترانزميشن، وركز معي فيها. انا عندي يا اخوان الحكي كنت احكيه قبل شوي كلياته عن كيميكالي ترانزميشن. طيب كيف انا عندي بتكون هون حرفيا في عندي كهرباء، عفوا بس ان شاء الله السريع، في عندي هون بيكون كهرباء ماشيه، هاي الكهرباء ما بتقدر تنط من نيرون لنيرون، صح؟ قلت لك لا، انا بيكون في عندي هون كما كيميكلز، مواد كيميائيه اسمها نيرو ترانسميترز، بتروح بتربط بمستقبل، هذا المستقبل لما تربط فيه نيرو ترانسميتر سيحفز تكوين اكشن بوتنشال جوا، صح؟ يا سلام عليك. فهذا يا اخوان لاحظوا انه ماده كيميائيه هي المسؤوله عن نقل هاي الاشاره، صح؟ هذا سميته كيميكال ترانسميشن. في عندي اسلوب نقل ثاني ما راح نحكي عنه كثير الا ان شاء الله هاي الفقره اللي هون فقط لا غير، اللي هو اسمه الكتريكال ترانسميشن، والنقل الكهربائي. طيب كيف اخوان، هذا عباره عن عصب وهذا عباره عن عصب ثاني وراء. لاحظ كيف العصبين متصلات مع بعض بقنوات، صح؟ متصل مع بعض بايش؟ بقنوات. هاي القنوات يا اخوان لما يكون الكهرباء والايونات ماشي من هون ما بتوقف، بتظلها مكمله على النيرون الثاني زي كانهم ايش؟ عصب واحد، وهاي الالكتريكال ترانسميشن. تمام، يا سلام عليك. نبلش بالكيميكال سينابس. اول شيء، اول معلومه بدي احكي لك اياها بالكيميكال سينابس، بانه هو عباره عن طريق نقل السيجنالز في السي ان اس، في السنترال نيرفس سيستم، في المخ والنخاع الشوكي. انا كيف بنقل اللي هي الاشارات، كيف بنقل الاكشن بوتنشل؟ عن طريق الكيميكال سينابسز، عن طريق الاتصالات الايش؟ الكيميائيه. تمام، يا سلام عليك. بيجي بحكي لك شو بيصير عندي هون، طبعا شو المقصود في الاتصالات الكيميائيه؟ انا بستخدم نيرو ترانسميترز يعني. فممكن اسال في الامتحان سؤال مباشر، سيجنال ترانسميشن نقل الاشارات والكهرباء والاكشن بوتنشلز في داخل اعصاب المخ والنخاع الشوكي او سنترال نيرفس سيستم عن طريق اي سينابسز؟ بتحكي له كيميكال سينابس، بتقول لك ماشي. السؤال اللي بعده، تمام تمام. هسه يا اخوان انا شو قاعد بصير عندي بالضبط في هذا الكيميكال ترانسميشن؟ كالاتي، انا يا اخوان بيكون في عندي كهرباء او اللي هي الايونات او الاكشن بوتنشل ماشي هون، بيوصل لعند هذا الاكسون تيرمينال او نهايه الاكسون هاب. شو بيسوي هذا الاكشن بوتنشال بهذا الاكسون تيرمينال؟ يؤدي الى فتح قنوات كالسيوم، والكالسيوم يبلش يفوت من برا لجوا. الكالسيوم هون شو بيسوي؟ مش قلت لك بهذا البري سينابتيك تيرمينال، هذا البري سينابتيك ممبرين عندي حويصلات فيها النيرو ترانسميترز، هذا الكالسيوم راح يمسك هاي الحويصلات يجذبها باتجاه الممبرين. فلاحظ كيف الحويصله بتتحرك، بندمج الغشاء تبعها مع غشاء الخليه وبتطلع كل النيرو ترانسميترز لبرا. فاذا شرحت القصه كامله، اكشن بوتنشال وصل، فتحت قنوات الكالسيوم وفات الكالسيوم لجوه، شو سوى الكالسيوم؟ جذب الفيزيكلز الى الممبرين وخلاها تندمج وطلع النيرو ترانسميترز الى السينابتيك كليفت فقط لا غير. فالاكشن بوتنشال بيوصل للبريسينابتيك اندنج، يؤدي الى فتح قنوات الكالسيوم، فولتج جيت الكالسيوم شانلز بتفتح والكالسيوم بفوت لجوه، هذا يؤدي الى ريليس اوف نيرو ترانسميترز، انتي من النيرو ترانسميترز من الفيزيكلز الى ايش؟ الكليفت. وهذاك هاي النيرو ترانسميترز وين بتروح بعدين؟ المستقبلات تبعتها. ديس نيرو ترانسميتر راح يرتبط بالمستقبل تبعه الموجود على البوست سينابتيك ممبرين، نقطة. تمام تمام. عادك يا اخوان زي ما قلت لك، والله السؤال، انا نفترض ان في عندي في هذا السينابتيك اندينج او عفوا بري سينابتيك ممبرين عندي هاي حويصلة، وفي عندي كمان شيء، والله لخطوتك على السريع شوي، ونشيل هاي هيك نشيل هاي هيك. انا يا اخوان في عندي كمان هون زي هاي حويصلة، في عندي حويصلة ثانية هون في نيرو ترانسميترز، وعندي هون حويصلة ثالثة وهون رابعة وهون خامسة. معقول إذا دخلت حبة كالسيوم واحدة تخلي كل هالفيزيكلز يمدنجوا بالممبرين ويطلعوا النيرو ترانسميترز تبعهم لبرا؟ أكيد لا، صح؟ فإذن يا إخوان أنا على إيش بيعتمد كمية النيرو ترانسميتر راح أطلعها؟ أكيد على كمية الكالسيوم راح تفوت. فكلما فات كمية كالسيوم أكثر، كلما جذبت فيزيكلز أكثر للممبرين، كلما طلعت نيرو ترانسميترز برا أكثر. فكمية النيرو ترانسميترز ريليس اللي بتطلع تعتمد على كمية الكالسيوم تدخل لجوا البريسينابتيك ممبرين. تمام تمام. ويجي نطلع يا اخوانا هاي الرسمة، قلت له كيف؟ في عندي بالبريسينابتيك ممبرين شو في عندي؟
عندي ميتوكوندريا هون، ميتوكوندريا. ليش في عندي كثير ميتوكوندريا؟ ما ادري شو وظيفتها، اعطاء الطاقه، اعطاء الاي تي بي. فهاي الميتوكوندريا الكثيره تعطيني انرجي. طب شو بستفيد من الانرجي يا اخوان؟ اول إشي انا في البري سينابتيك ميمبرين بدي اكون النيورو ترانسميترز. وين بكونهن؟ في السيتوبلازم هون، تمام؟ بتكونوا في السيتوبلازم. بعد ما اكونهم في السيتوبلازم، لوين بدي اجي انقلهم؟ انقلهم الى داخل الحويصلات، صح؟ فاذا صناعه النيورو ترانسميترز بدها طاقه بتنتج لي اياها الميتوكوندريا. نقل هالنيورو ترانسميترز الى الفيزيكلز بدها طاقه بتنتج لي اياها الميتوكوندريا. وحتى سحب هاي الفيزيكلز للممبرين بده كمان طاقة تنتج من الميتوكوندريا. فإذا أنا يا إخوان لاحظوا عندي إنه أنا عندي هاي الـ ATP أو الطاقة الناتجة من الميتوكوندريا بتساعدني في ثلاث شغلات: إنتاج النيورو ترانسميترز، تحريك النيورو ترانسميترز إلى الفيزيكلز، وتحريك الفيزيكل إلى الممبرين. واحد بيجي بيحكي لي دكتور أنت قلت لي الكالسيوم هو اللي بيسحب الفيزيكل للممبرين. يا إخوان الكالسيوم بيكون قاعد لي هون وقاعد بجذب لي هاي الفيزيكل باتجاهه، ولكن الفيزيكل عشان تتحرك شو بدها؟ بدها طاقة. فأنا عشان تتحرك الفيزيكل للممبرين وتندمج شو بدها؟ شغلتين، بدها ATP أو طاقة من الميتوكوندريا، وبدها كالسيوم يفوت عبر الغشاء، تمام؟ فهاي الميتوكوندريا لما أنتجت ATP لحالها، هل هذا الأمر كافي إلى إنه هذا الفيزيكل يتحرك الممبرين؟ لا، بدي ATP وطاقة وبدي كالسيوم عشان أحرك الفيزيكل الممبرين وطالع النيورو ترانسميترز لبرا، تمام؟ يا سلام عليك. طبعا يا أخوان زي ما قلت لك انه انا عندي الاشارات المنقوله من هذا النيرون لهذا النيرون ممكن تكون اشارات تحفيزيه او اشارات سالبه، صح؟ او مثبطه. هذا على ايش بيعتمد؟ على شغلتين، بيعتمد على نوع النيرو ترانسميترز هذول اللي طالعين عندي، وعلى نوع المستقبلات. وشو معناها هاي الشغله؟ احنا نحكيها لقدام ان شاء الله، بس بدك تعرف فيها انه على حسب نوع النيرو ترانسميتر ونوع المستقبل هذا راح يكون يا انه معناته اشاره تحفيزيه او اشاره تثبيطيه. أعطيك مثال، أنا في عندي إخوان نيرو ترانسميترز محفزات إكسايتابل أو إكسايتاتوري، لما يجي يرتبطن هون بالمستقبل شو بيسوي بهذا النيرون؟ بحفزنه يسوي أكشن بوتنشل، صح؟ بحفزنه يسوي أكشن بوتنشل بكل بساطة. بينما إذا إجا أنا عندي نيرو ترانسميتر عفواً إيش ماله؟ إنهيبيتوري. هذا الإنهيبيتوري نيرو ترانسميتر إجا ربط على هذا الريسبتور، شو راح يسوي؟ راح يثبط النيرون هذا ويمنع انه يسوي اكشن بوتنشل. ايزي، تمام؟ تمام. فعلى حسب نوع النيورو ترانسميتر ونوع المستقبل انا يا بس عندي اكسايتيشن وتحفيز او انهبيشن وتثبيط. ولاحظوا يا اخوان انه انا عندي نقل الاكشن بوتنشل ايش ماله؟ دائما بهذا الاتجاه. هل انا عندي بهذا النيرون الثاني عندي نيورو ترانسميتر تنتقل باتجاه المعاكس؟ اكيد لا، عندي بس ايش؟ نيورو ترانسميترز تنتقل في هذا الاتجاه. فهذا الكيميكال ترانسميشن بيكون فيه وان واي كوندكشن ميكانيزم، نقل باتجاه واحد، وهي مهمه. وقلنا مين المسؤول عن هذا النقل لهذا الاكشن بوتنشل؟ النيورو ترانسميترز، النواقل العصبيه. انا عندي يا اخوان اكثر من 40 نيورو ترانسميتر في داخل جسمي، زي الاستيلكولين، نور ابينفرين، ابينفرين، هيستامين، الجابا، جلايسين، سيروتونين. قلت راح نحكي عنه ان شاء الله بتفصيل لقدام، بس عرفوا هذا كل نيورو ترانسميترز تنقل المعلومات الكهربائيه او الاشاره او الاكشن بوتنشل من نيرون الى اخر. يا سلام عليك. طب نفوت بالنوع الثاني من السينابسز اللي هو الالكتريكال سينابس، اللي انا بكون عندي ايش؟ بكون عندي زي شانلز، قنوات بتخلي هذول ايونات الصوديوم او الكهرباء او الاكشن بوتنشل اللي ماشي في داخل هذا العصب يظل ماشي في العصب اللي وراه، زي كانهم ايش؟ زي كانهم عصب واحد. بيجي بيحكي لك هاي الالكتريكال سينابسز بيكون فيها دايركت اوبن فلويد شانلز، فيها قنوات دائما مفتوحه ومباشره تنقل الالكتريسيتي والكهرباء من خليه الى اخرى، تمام؟ طيب هذول الشانلز شو بسميهن؟ بسميهن يا اخوان اشي اسمه جاب جانكشنز، وصلات الجاب. هذول الجاب جانكشنز بس معلومه بسيطه، وين ما اشوفهن بجسمي وظيفتهن هي نقل الايونات. شو وظيفتهن؟ نقل الايونات. فلاحظوا هذول الجاب جانكشنز يا اخوان they are small protein tubular structures، عبارة عن structures واجزاء بروتينية صغيرة على شكل تيوبيول او على شكل ايش؟ انبوب. هيا على شكل انبوب جاي، صح؟ على شكل تيوب جاي، صحيح؟ بالضبط. فهي عبارة سميها جاب جانكشنز، وهي التي تسمح للحركة الايونات من داخل خلية الى داخل خلية وراها، تمام؟ تمام.
وهاي المعلومة اللي هون معلومة صراحة تافهة، بيحكي لك أنا لما يكون في عندي وصلة مباشرة بين النيرونين أنا شو قاعد بنسق؟ بنسق حرفين الأكتيفيتيز اللي بتصير عندي هون مع الأكتيفيتيز اللي بتصير عندي يا هون، صار عندي هون أكشن بوتنشل بخليه يكمل على اللي بعده. فأنا عندي هاي الجاب جنكشنز ستسمح وتساعد في الكوردينيشن، تنسيق الأكتيفيتيز بإيش؟ بالإنتر كونكتد نيرونز ونيرونز المربوطة مع بعضها. فإخوان هون خلينا إحنا نقارن بين الكيميكال ساينابس والإلكتريكال ساينابس. اول اشي الكيميكال ساينابس يا اخوان اذا طلعوا عليه الفراغ اللي عندي اياه هون ايش ماله؟ كبير، بينما هون كثير صغير صح؟ فالفراغ وين اكبر؟ اكيد بالكيميكال بيكون من 30 ل 50 نانومتر، بينما بالالكتريكال بيكون 3.5 فقط. هاي الديستنس ما بين ايش؟ البري والبوست ساينابتك. طيب انا عندي السيتوبلازميك كونتينيوتي، انا عندي اللي هي ايش؟ تكامل السيتوبلازم. لاحظ انه الكيميكال ترانسميشن، عفوا المقاطعة، لاحظوا بالكيميكال ترانسميشن السيتوبلازم مش مربوط، في عندي فراغ بيناتهم، بينما انا بالالكتريكال ترانسميشن يا اخوان في عندي هاي القنوات اللي تسمح للسيتوبلازم انه يتحرك براحته ورايح جاي صح. فانا عندي بالالكتريكال ترانسميشن بالالكتريكال سينابس عندي السيتوبلازم مربوط، بينما بالكيميكال مش مربوط صح. طب شوف عندي انا ستراكشرز موجوده، بالالكتريكال عندي الجاب جنكشنز، بالكيميكال انا عندي البري سينابتك ميمبرين شو فيه؟ فيزيكال صح، بيطلع لي نيورو ترانسميترز. البوست سينابتك شو فيه؟ مستقبلات وريسبتورز لهاي النيورو ترانسميترز. طيب ايجنت اوف ترانسميشن ما المسؤول عن نقل اللي الشحنه او اللي الكاكشن بوتنشال بين الالكتريكال ساين او في الالكتريكال سينابسز؟ احنا بنعرف بانه الايونات هي نفسها بضلها ماشي صح، فهي عباره عن ايونيك كرنت، بينما بالكيميكال هي عباره عن كيميكال ترانسميتر او ليش النيورو ترانسميتر صح. طيب وجود ديلي او تاخير في نقل الشحنات او نقل الاكشن بوتنشال برايك وين بيكون في عندي تاخير؟ بالكيميكال اللي انا لازم تيجي الاكشن بوتنشال ويفوت الكالسيوم وتطلع الفيزيكلز والريسبتورز ومليار قصه، ولا بالالكتريكال بيضلوا ماشي بطريقه زي ما ما صارش اشي؟ اكيد التاخير بيصير هون بالكيميكال صح. فالكيميكال يا اخوان فيه ديلي مقداره 1 ل5 مايكرو سكند، بينما الديلي والتاخير بالالكتريكال اتس ابسنت مش موجود، لان حرفين اكشن بوتنشال ضل مكمل بطريقه صح. طيب دايركت اوف ترانسميشن نقل اكشن بوتنشال، انا بالكيميكال يا اخوان بعرف بالنيورو ترانسميترز تنتقل بس من هذا العصب لهذا العصب، فالاكشن بوتنشال بنتقل ايش ماله؟ في اتجاه واحد. بينما انا عندي في الكيميكال عفوا بالالكتريكال ترانسميشن يا اخوان ايش بصير عندي؟ انا بكل بساطه الكهرباء وهي ماشيه هيك ممكن ايضا انه في عندي كهرباء هون تمشي بهذا الاتجاه، لانه عباره عن ايش؟ حركه ايونات، وانا قاعد تتحرك بين هذول النيرونين زي كأنهم نيرون واحد عبر هذه الجاب جنكشنز. فالالكتريكال سينابس الحركه فيه باي دايركشنال، الكيميكال يوني دايركشنال تمام. هذا اشطب لي اياه وهذا اشطب لي اياه. هسه يا اخوان زي ما قلت لكم على البوست سينابتك ميمبرين مش بلاقي مستقبل او ريسبتور، هي المستقبل لهي النيورو ترانسميترز ممتاز. هذا المستقبل يا اخوان له ايش؟ جزءان، له جزءان. لو جيت تخيل والله انا عندي هون هذا عباره عن البوست سينابتك ميمبرين، انا عندي يا اخوان بيكون حرفيا شكل هذا المستقبل او واحد من اشكال، يكون دقيقين بالكلام، بيكون زي هيك زي هيك، وعندي هون المستقبل. هذا الجزء اللي هون عبارة عن ايش؟ المنطقة اللي بربط فيها النيورو ترانسميتر، فبسميها البايندينج كومبوننت، المنطقة اللي بربط فيها ايش؟ النيورو ترانسميتر. وعندي بقية هذا يا اخوان المستقبل شو بسميه؟ ايونوفور كومبوننت. شو مكمت؟ ايونوفور، ايونوفور هو معناها او بشكل عام معناها هون هو الفانكشنال بارت، معناها فيها الجزء الوظيفي، اي انه انا عندي هذا النيورو ترانسميتر لما يربط هذا الجزء من المستقبل هو الذي سيقوم بالوظيفه والذي سيقوم بالتغيير في الخليه. فيا اخوان انا عندي هذا الجزء اللي هون، لو نيجي نقرب على الصوره لاحظوا في انه ايش؟ في له شكل شكلين. فانا يا اخوان هذا على حسب نوع الايونوفور كومبوننت وشكل الايونوفور كومبوننت، انا قسمت الريسبتورات لنوعين. نوع اسمه ايونوتروبيك ريسبتور. كيف ايونوتروبيك؟ هذا يا اخوان رسم رسمته هون، هاي مثال على الايونوتروبيك ريسبتور. هون يا اخوان اول ما يربط النيورو ترانسميتر، ليش سموها ايونوتروبيك؟ لانه هذا المستقبل لما يربط فيه النيورو ترانسميتر راح تشكله كالاتي، كده بكده، وهون مرتبط ايش؟ النيورو ترانسميتر هيك. فيا اخوان حرفيا هي عباره عن قناه ايونيه راح تفتح وتؤدي الى حركه الايونات سواء الى الداخلي او الخارج تمام. فهي عباره عن ايون شانل، فلاحظ انه المستقبل هو نفسه ايش؟ قناه ايونيه
فالريسبتور يحتوي على شنل وقناة لأيون معين، سواء كان أيون موجب كات أيون أو أيون سالب أن أيون. فهذا بحكي لك المستقبل بيشتغل كإيش، كلايجند جيتد أيون شنل، كإيش قناة أيونية بتفتح بسبب ارتباط مادة اللي هي نيورو ترانسميتر. ولكن يا أخوان في عندي أنا نوع ثاني من هذول الريسبتورز اسمها ميتابوتروبيك، ميتابوتروبيك. ما بيهمنيش حكي اللي هون، وأنا راح أحكيه هون إن شاء الله بالتفصيل. تمام تمام، خلينا نبلش يا أخوان بالأيونوتروبيك ريسبتورز اللي بيكون أنا المستقبل هو نفسه القناة الأيونية. فطبعا الأيون شانلز. هسا يا أخوان سؤال، أنا إذا أنا فتحت هذا المستقبل تبع الأيونات أو هاي القناة تبع الأيونات، انا بعرف بانه انا عشان احفز هذا البوست سينابتيك ممبرين لازم افوت قنايش، لازم افوت بسم الله الرحمن الرحيم ايونات موجبة الى الداخل. شو الايونات الموجبة راح تدخل الى الداخل يا اخوان؟ هي ايونات الصوديوم صح؟ فانا اذا كانت هاي القناة قناة صوديوم وخلت الصوديوم هذا يفوت لجوا، هاي بتكون ايش؟ اكسايتيشن، اكسايتاتوري. راح تمسك لي هون الممبرين بوتنشل وترفعه للثريشولد ويصير عندي اكشن بوتنشل هون ويتحرك صح. فبيحكي لك اذا كانت ليجند جيتد ايون شانل، عفوا صوديوم شانل، هذا يؤدي الى ديبولاريزيشن، يؤدي الى رفع الممبرين بوتنشل في داخل الخليه، ويؤدي الى سالبيه اقل جوا وتكوين اكشن بوتنشل. تمام تمام. بينما اذا كانت هاي القناه الايونيه، نفترض افتراض كانت قناة بوتاسيوم، انا بعرف كانت قناة بوتاسيوم، بوتاسيوم وين كثير؟ جوا الخلية. شو بصير فيه اذا فتحت له قناة بالبوتاسيوم شحنة موجبة؟ طبعا ببلش يطلع لبرا ويطلع لبرا ويطلع لبرا. شو جوا الخلية؟ جوا الخلية سالب اكثر. يعني شو بسوي؟ هايبر بولاريزيشن، زيادة في السالبية، وهذا يؤدي الى تثبيط هذا النيرون وعدم تكوين اكشن بوتنشل فيه. فاذا كانت على سبيل المثال قناة بوتاسيوم اللي هي عبارة عن المستقبل، هذا يؤدي إلى انهيبشن بهذا النيرون. طيب أعطيني مثال ثاني على قناة ممكن تكون أيضا مثبطة، قناة يا إخوان أو مستقبل يكون للكلورايد. أنا بعرف بأنه الـ NA والـ CL إيش مالهم؟ أكثر برا الخلية. فإذا كانت هاي المستقبل كان عبارة عن قناة للكلورايد، الكلورايد راح يبلش يفوت جوا الخلية ويفوت زيادة ويزيد للشحن السالبة، ويؤدي إلى تثبيط النيرون وإبعاده عن الثريشولد وتثبيط الأكشن بوتنشل صح؟ فبيجي بيحكي لك إذا كانت الأيونات، إذا كانت عفوا القناة الأيونية هاي وهذا المستقبل هو عبارة عن قناة للصوديوم، الصوديوم يفوت لجوا بسبب ديبولاريزيشن بسبب أكشن بوتنشل وتحفيز. إذا كان هذا المستقبل وهذه القناة للبوتاسيوم الذي يؤدي البوتاسيوم يطلع لبرا وهو شحنة موجبة، أو للكلورايد والكلورايد بصير يفوت لجوا يسوي شحنة سالبي جوا، هذا يؤدي إلى انهيبشن وتثبيط بالنيرون. ليش؟ لأن جوا الخلية بصير سالب كثير، هايبر بولاريزيشن، وبمنع تكوين الأكشن بوتنشل. تمام تمام. هسا يا أخوان في هاي الأيون شانلز أو هاي مستقبلات الأيونوتروبيك، تأثير النيرو ترانسميتر على هاي القنوات is brief، يعني إيش معنى؟ مدته قصيرة جدا. هاي القناة برتبط عليها النيرو ترانسميتر بتفتح لأجزاء من الثانية دين ترجع بتسكر على طول. For those channels open for only a short period of time. تمام تمام. نفوت على النوع الثاني من المستقبلات ألا وهي الميتابوتروبيك ريسبتورز، ميتابوتروبيك. شو هي الميتابوتروبيك يا إخوان؟ بكل بساطة النيرو ترانسميتر هنا بربط بالمستقبل الميتابوتروبيك، ما بيكون قناه بنفسه ولا أي إشي، ولكن هذا الميتابوتروبيك ريسبتور يحفز عمليات حيوية داخل الخلية بشكل غير مباشر. كيف بشكل غير مباشر؟ يعني يا اخوان هذا المستقبل راح يجي حفز لي مسنجر او رسول حرفيا ناقل للرساله هي هون، وهذا المسنجر راح يروح يطلع ويسوي لي عمليات حيويه كثير. فكيف بيشتغل ميتابوتروبيك ريسبتور؟ بربط فيه النيرو ترانسميتر، بتحفز عندي مسنجر جوا الخليه، وهي عباره عن بالعاده عباره عن جزيئه بروتينيه، وهي الجزيئه البروتينيه بتروح بتسوي لي عمليات حيويه كثير جوا الخليه. تمام تمام. هذا يا اخوان احنا نسموه سكند مسنجر سيستم، اي انه ايش؟ الريسبتورات او المستقبلات او الاجهزه التي تستخدم مسنجرز او هي ناقلات للرساله. فيا اخوان انا عندي كانت الايونوتروبيك قديش مده شغل النيورو ترانسميتر؟ اونلي بريف، مده قصيره صح؟ على عكس هالميتابوتروبيك راح تكون عندها مور برولونجد افكت، عندها تاثير كثير طويل الامد. وقلنا شو بتستخدم؟ تستخدم مسنجر، تستخدم ناقل للرسالة ورسول عشان تنقلها إيش رسالتها وتسوي عمليات حيوية. من أمثلة هاي
المسنجرز في داخل الخلية هو جي بروتين، في عندي بروتين اسمه جي بروتين يستقبل الرسالة من هذا المستقبل وهذا الريسبتور، ويؤدي هذا الجي بروتين إلى القيام بعديد من العمليات الحيوية. فعشان هيك هاي المستقبلات الميتابوتروبيك شو أعطوها اسم ثاني؟ أعطوها جي بروتين كابلد ريسبتور، أي ريسبتورز اللي بتكون مرتبطة مع جي بروتين لما يجي يرتبط بهاي ريسبتورز نيرو ترانسميتر بتحفز الجي بروتين وبروح بيسوي له عمليات حيوية. تمام؟ تمام. هسا يا اخوان شو بصير عندي انا لما يجي هذا النيرو ترانسميتر يربط بهذا المستقبل كالآتي؟ خلينا نتابع الرسمة. زي ما انكم ملاحظين الجي بروتين طبعا بيكون مرتبط هون على هاي كيف على هذا المستقبل اصلا بالاصل. اول ما يجي النيرو ترانسميتر يربط هون راح يصير كالآتي، هذا الجي بروتين مكون من ثلاثة قطع، هاي واحدة ثنتين ثلاث قطع اسمها ألفا وقطعة بيتا وقطعة جاما. تمام؟ لما يرتبط النيرو ترانسميتر عندي يا إخوان بيكون هذا الجي بروتين حامل لقطعة اسمها جي دي بي، جي دي بي، وأنا بعرف الجي دي بي زي الاي دي بي وهاي الشغلات بتكون جزيئة غير قادرة على إنتاج الطاقة. تمام؟ أول ما يربط النيرو ترانسميتر الجي دي بي بيروح وشو بربط مكانه؟ جي تي بي، هذا جزيئة زي جزيئة الـ ATP يا أخوان، جزيئة الطاقة، راح تعطي الطاقة لهذا الجي بروتين إنه يشتغل. تمام؟ أول ما هذا الجي تي بي يرتبط على هذا الجي بروتين قطعة ألفا راح تنفصل عن البيتا والجيما، مع عفوا البيتا والجاما، وتروح مع الجي مع الجي تي بي هاي وتنفصل زي هيك. طيب شو هاي الألفا يا أخوان؟ هاي الألفا هي الجزء الوظيفي من هذا الجي بروتين، يعني هي عبارة عن الجزء اللي قادر على إيش؟ قيام بوظيفة الجي بروتين. تمام؟ وهذا البيتا والجاما طبعا ضايم مرتبطات في هذا المستقبل بيسوي لناش أي إشي. فإذا نيرو ترانسميتر ارتبط، صار عندي جي دي بي راحت ارتبط مكانها جي تي بي جزيئة الطاقة، لما ارتبط جزيئة الطاقة هذا الألفا، الألفا وقطعة الألفا انفصلت وعليها جي تي بي، وهون هاي الألفا راح تقوم بعمليات حيوية مختلفة. تمام؟ تمام. فبيجي بيحكي لك أول ما يرتبط عند النيرو ترانسميتر هذا يؤدي إلى إكستشينج وتحويل الجي دي بي إلى جي تي بي. شوف صار عندي أكتيفيشن، هذا أكتيفيشن شو معناه؟ بإنه هاي الألفا سب يونت، إنه أنا عندي هاي قطعة الألفا تنفصل عن البيتا والجاما، فبيظل البيتا والجاما سب يونت مربوطات بالريسبتور، والألفا والديسوسييت تنفصل لتقوم بعدد من وظائف. تمام؟ تمام. فيا اخوان خلينا نشوف شو هي وظائف هاي الالفا بورشن من جي بروتين. هاي قطعة الالفا شو بتسوي الوظائف يا اخوان؟ هن اربعة وظائف رئيسية. اول وظيفة هي opening of a specific ion channels، وبحط نقطة قد راسي بس بديش غيرها، بفتح قنوات ايونية خاصة بتساعدني في الاكشن بوتنشل بس، فبفتح قنوات ايونية عن طريق هاي الالفا بورشن. ايضا شو بيسوي لي هذا الالفا سب يونت؟ ايضا يقوم بعمليات حيويه اخرى زي تفعيل سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي في داخل نيورونال سيل. شو هاي السايكليك اي ام بي او سي اي ام بي؟ سايكليك اي ام بي او سي سايكليك جي ام بي، هذول يا اخوان عباره عن جزيئات داخل الخليه العصبيه تقوم بميتابوليزم فانكشنز او عمليات، ايضا عمليات بناء وتكسير، ما بديش فيها اي تفصيل. وايضا شو بيسوي هذا الالفا سب يونت؟ بيروح بيفعل لي ايضا انتراسيلولار انزيمز، بيروح هو بنفسه بيفعل بشكل مباشر هاي الانزيمات، فصار بيفعل سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي، بيفعل انزيمات، وايضا يقوم على تفعيل جين ترانسكريبشن، نسخ الجينات في داخل ايش؟ في داخل الخليه. تمام؟ فلما اسوي جين ترانسكريبشن انا بقوم بعمليات حيويه كثير في داخل الخليه، وبقوم بايش؟ بالعديد من الميتابوليك فانكشنز وغيرها من داخل الخليه. وطبعا بيجي واحد بيسالك ما هي اهم وظيفه من وظائف الالفا بورشن؟ هي هاي الاخيره، هي تفعيل الجينات. فاذا شو وظائف الالفا بورشن؟ الاتي: بيفتح لي قنوات ايونيه، وبيفعل ثلاث شغلات، بيفعل سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي، بيفعل انتراسيلولار انزيمز، وبيفعل الجين ترانسكريبشن فقط لا غير. ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان most important function of alpha portion of G protein شو هي؟ تحكي له gene transcription. قال لك which of the following functions of alpha portion of G protein أو alpha subunit contributes تشارك في الاكشن potential؟ أكيد هي فتح قنوات الإيش؟ الأيونات. لما أفتح قنوات الأيونات هون قاعد بشارك في الاكشن potential، صح؟ فقط لا غير. طيب يا أخوان مرة ثانية نشوف اكساتيتوري وانهيبيتوري.
انا بالاكسايتيشن بفتح اي قناه، قناه الصوديوم مما يسمح للصوديوم يفوت جوا الخليه، يرفع لي البوتنشال باتجاه الموجب باتجاه الثريشولد وسوي اكشن بوتنشال صح. بينما بالانهيبيتوري مين بفتح؟ قنوات الكلورايد اللي بتفوت لجوا، او قنوات البوتاسيوم بتصير تطلع لبرا. لما اطلع بوتاسيوم موجب لبرا بصير جوا كثير سالب، بثبط اكشن بوتنشال انهيبيتوري. لما افوت كلورايد لجوا بزيد السالبيه جوا، بثبط الاكشن بوتنشال. تمام. طيب امثله اخرى على الاكسايتيشن، اني انا اثبط الكلورايد شانلز، امنع الكلورايد يفوت، بطل سالب يفوت، صار جوا موجب، بقرب من الثريشولد وهذا تحفيز. او اثبط الكوندكشن البوتاسيوم، اثبط نقل البوتاسيوم، بوتاسيوم امنعه انه يطلع لبرا، بتراكم البوتاسيوم الموجب جوا، الموجب جوا بيزيد فبصير ايش؟ تحفيز. وهي بديش اياها وهي بديش اياها. هسه يا اخوان نحكي عن النيرو ترانسميترز او النواقل العصبيه. هاي النيرو ترانسميترز يا اخوان هي عباره عن كيميكال سبستانسز، مواد كيميائيه زي ما حكينا. شو وظيفتها؟ بتشتغل بالساينابتيك ترانسميشن، او بتشتغل كساينابتيك ترانسميتر، كنواقل في السينابس بين ده النيرون اللي هون والنيرون اللي هون. بس تنقل لي هاي الاشاره من هون لهون عشان يا اني اسوي اكشن بوتنشال او اني اثبط هذا الاكشن بوتنشال صح 100%. هاي النيرو ترانسميترز يا اخوان بتكون مكونه في داخل السيتوبلازم زي ما حكينا، ويتم نقلها من السيتوبلازم باستخدام اي تي بي اكتيف ترانسبورت الى الفيزيكلز صح ممتاز. واول ما يوصل اكشن بوتنشال عندي ده شوي فوق، اول ما يوصل اكشن بوتنشال قلنا بتفتح قنوات الكالسيوم، كالسيوم بفوت الفيزيكلز اللي فيها نيرو ترانسميترز بتنجذب باتجاه الممبرين وبتطلع كل النيرو ترانسميترز الى الخارج. وهذا يؤدي ان النيرو ترانسميترز هون تروح تربط بالمستقبل تبعها، ويا تحفز يا تثبط هذا النيرون الثاني صح. يا سلام عليك. احسن طبعا النيرو ترانسميتر بيكون بيجي بيحكي لك لما يوصل اكشن بوتنشال عندي لهذا العصب، الفيزيكلز بتفضي كل مكوناتها على السينابتيك كليفت. وعدك هاي الفيزيكل يا اخوان، خلينا نشوف سرعه على السريع. انا يا اخوان لو افترضنا هون عشان كذا سريع، انا عندي هذا هو عبارة عن البري سينابتيك ممبرين، وعندي انا هون هاي عبارة عن فيزيكل، وهاي الفيزيكل في داخلها ايش؟ النيرو ترانسميترز. اجت والله عندي اكشن بوتنشال ماشي، وراح حفز لي هالفيزيكل تقرب، وراحت الفيزيكل ارتبطت مع الممبرين وطلعت كل النيرو ترانسميترز لبرا. كيف بصير شكل الممبرين يا اخوان؟ كالاتي، بصير جزء ممبرين، بعدين عندي غشاء الفيزيكل ملحوم جوا الممبرين حرفيا، وبعدين بكمل الممبرين زي ما كان صح. يا سلام عليك. النيرو ترانسميترز طبعا وين صارت؟ بالسينابتيك ليفت، طلعت لبرا هون. طيب يا اخوان معقول هذا الجزء الفيزيكال هون خلص يضل زي هيك بداخل الممبرين ويروح من عندي؟ اكيد لا. هسه يا اخوان شو بصير عندي بعديها؟ هذا جزء الفيزيكال اللي هون will invaginate to the inside، راح يسوي حرفيا زي طلعه لجوا، ويصير شكله كالاتي. هذا عباره عن هون اللي عباره عن غشاء، هذا جزء الفيزيكال بصير طالع لجوا هيك، وبعدين برجع عندي الغشاء مره ثانيه. ليش بصير شكله زي هيك؟ عشان حرفيا يا اخوان يضل يطلع ويطلع ويطلع، تنه بالنهايه يرجع الممبرين ملزق على بعضه، والفيزيكال تفوت لجوا الخليه واستخدمها مره ثانيه. تمام. فلاحظ كيف انه الفيزيكال عندي انا ارتبطت هون، صارت جزء من الغشاء، بعدين صارت بعدين بعد ما طلعت كل المواد صارت ترجع تطلع بتطلع تطلع لفوق، تنه انفصلت عن هذا الغشاء وكونت الفيزيكال مره اخرى. فهاي الفيزيكلز ذات كونتين اللي كانت محتويه على النيورو ترانسميترز كان بي ريوز، بقدر استخدمهم مره ثانيه. تمام تمام. هسه هو النيورو ترانسميترز هذول في لهم نوعين رئيسيات كبار. النوع الاول اسمه سمول موليكيول رابيدلي اكتينج ترانسميتر، اي ناقل عصبي بيشتغل بسرعه وبيخلص بسرعه، اي مده شغله قصيره، وبيكون ايش حجمه؟ ايش؟ صغير. وعندي انا نيرو ترانسميتر ثانيه اسمهم نيورو بيبتايدز، رح نحكي عن الثنتين بالتفصيل ان شاء الله. اول نوع من انواع النيورو ترانسميترز اللي هو السمول موليكيول رابيدلي اكتينج ترانسميتر، الترانسميتر شغله سريع وشو حجمه؟ صغير. وهاي السمول موليكيول رابيدلي اكتينج ترانسميترز يا اخوان راحوا صنفوا هذول النيورو ترانسميترز الى اربع كلاسز فيهم، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4، نحفظها لسه مع بعض ان شاء الله. كلاس 1 فيه ماده واحده اسمها اسيتيل كولين، شو فيها ماده واحده اسمها اسيتيل كولين. كلاس 2 هي كلاس الامينز، بلاقي فيها نور ابينفرين وابينفرين، ادرينالين وادرينالين، بلاقي فيها الدوبامين وسيروتونين اللي هن هرمونات السعاده،
وما حين هستامين. طب هذول صعب حفظهم صح؟ نشوف كلاس 3. كلاس 3 اللي هي عبارة عن أمينو أسيد أو إيش أجزاء بروتينية مكونة من أو اللي أنواعها أنواع النيورو ترانسميترز من كلاس 3 جابا وجلايسين وجلوتاميت وفنك أسبرين. هذا جانب وأنا بحاجة بسألوا عنه. لاحظوا إنه الكلاس 3 كل أنواعها بتبلش بأي حرف؟ بحرف الجي. فإذا أنت شفت أي نيورو ترانسميتر ببلش بحرف الجي هذا أي كلاس؟ كلاس 3 تمام؟ بينما أنا كلاس 4 عندي إياها هي عبارة عن مادة واحدة مين هي نيتريك أوكسيد. فشو صفة عندي؟ كلاس 1 بس مادة واحدة أسيتيلكولين، كلاس 4 كمان مادة واحدة هي نيتريك أوكسيد. طب كلاس 3 هي أي مادة أو أي نيوترون ببلش بحرف الجي زي جابا جلايسين جلوتاميت صح؟ وباقي كل أنا نيوروترانسميترز باقيات بكلاس 2 إبينفرين نور إبينفرين هذول أدرينالين نور أدرينالين يعني نفس الإبينفرين نور إبينفرين وعندي الدوبامين والسيروتونين هرمونات السعادة وعندي إيش الهستامين تمام؟ يا سلام عليك. نبلش فين واحد واحد. أنا يا أخوان من كل واحد بدي أكتر في شغلتين. أول شغلة من وين بنفرز؟ ثاني شغلة شو وظيفته؟ إكسايتاتوري ولا إنهيبيتوري تمام؟ أول واحد الأسيد الكولين اللي هو من كلاس 1 هذا من وين بنفرز يا أخوان؟ في عندي ست أماكن بنفرز منها. الأولى هي الموتور كورتكس قشرة الدماغ المسؤولة عن الحركة. ثانيا البيزل جانجليا وهي عبارة عن تجمعات أعصاب في الدماغ مسؤولة عن الإحساس. أيضا الموتور نيرونز اللي بتغذي إيش؟ العضلات الهيكلية. صار عندي الموتور كورتكس موتور نيرونز والبيزل جانجليا بفرزيلو أستيلكولين. شو كمان؟ اخوان قبل ما نحكي عن هذول الثلاث الباقيات لازم بس نحكي كلمتين عن طرف من اطراف اللي هو الجهاز العصبي اسمه السمباثيتك والباراسمباثيتك نيرفس سيستم. راح ناخذ ان شاء الله بالسي في اس اللي هو عباره عن ايش بيشمل؟ بيشمل او الثنتين مع بعض بيصير اسمهن عفوا اوتونوميك نيرفس سيستم. هذا السمباثيتك او الباراسمباثيتك نيرفس سيستم يا اخوان كيف شكل الاعصاب بيجي فيهن؟ الثنتين شكل الاعصاب نفس الاشي كالاتي. بيكون عندي عصب هون بيكون فيه أكسون بعدين بيجي في منطقة مربعة بالنص هون فاصلة بعدين هون عندي عصب ثاني وأكسون وهون عندي بالآخر إيش الأورغان التي سيتم تغذيته بهاي الأعصاب السيمباثيتك أو باراسيمباثيتك تمام؟ تمام. طيب يا أخوان شو هذا المربع اللي بالنص اسمه؟ اسمه جانجليون. جانجليون أوكي؟ منطقة بتغل عصبين هون اسمها جانجليون في السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. فذكر لي هاي التقسيم الأعصاب بالسمباثيتك والباراسمباثيتك نفس القصة تمام؟ ممتاز. أنا إخوان هذا العصب اللي جاي قبل الجانجليون شو بسميه؟ بسميه بري جانجليونيك نيرون. طيب العصب هذا اللي جاي ورا الجانجليون شو بسميه؟ بوست جانجليونيك نيرون. والله ما بتعلم. فاللي قبل الجانجليون شو بسميه؟ بري جانجليونيك. بعد الجانجليون بسميه بوست جانجليونيك تمام؟ تمام. بيجي بحكي لك يا إخوان بالنسبة للبري جانجليونيك هاف مش عندي هون تيرمينلز وراح يجي بعدين يفرز نيورو ترانسميترز تروح عبر الجانجليون بعدين تروح على هاف اللي هو العصب الثاني. ممتاز. انا يا اخوان هذا البري جانجليونيك نيرون سواء قاعد بحكي عن سمباثيتك او باراسمباثيتك الجوز فيهن هاف البري جانجليونيك نيرون بفرز اسيتيلكولين. فالبري جانجليونيك نيرون بالاوتونوميك نيرفس سيستم يعني يا سمباثيتك او باراسمباثيتك الجوز شو بفرز؟ اسيتيلكولين. طيب هذا البوست جانجليونيك شو راح يفرز على الاورجان؟ يا اخوان على حسب. اذا كنت قاعد بحكي انا عن سمباثيتك سمباثيتك اي بكون كرم الفرز اللي لما اشوف اسد راح احكي ان شاء الله بتفصيل لقدام هون بكون بالسمباثيتك قاعد بفرز نور ابينفرين. بينما بالباراسمباثيتك البوست جانجليونيك نيرون بالباراسمباثيتك شو بفرز؟ بفرز اسيتيلكولين تمام؟ فاذا الاسيتيلكولين مين بنفرز؟ وهي النقطه السادسه اشطبوا لي اياها. انا هون الاسيتيلكولين صار مين بنفرز؟ بنفرز من موتور كورتكس وموتور نيرونز بيزل جانجليا. طب بالنسبه للسمباثيتك والباراسمباثيتك قلت لك البري جانجليونيك هاف بفرز دائما اسيتيلكولين. فالبري جانجليونيك سواء سمباثيتك او باراسمباثيتك بفرز اسيتيلكولين. طب بالنسبه للبوست سمباثيتك بوست عفوا البري جانجليونيك عفوا البري جانجليونيك دائما بفرز ايش؟ بفرز استيلكولين. طب البوست جانجليونيك هذا اللي هون فقط البوست جانجليونيك بالباراسمباثيتك نيرفس سيستم هو الذي يفرز الاستيلكولين تمام؟ تمام.
طب الاسيتيلكولين يا اخوان هل هو اكسايتاتوري ولا انهيبيتوري؟ يا اخوان موستلي اكسايتاتوري، يعني معظم شغله شغل تحفيز، شغل تكوين اكشن بوتنشلز، ولكن في بعض الاحيان ممكن يشتغل كانهيبيتوري افكت. كمثال انه انا عندي هذا الاسيتيلكولين اذا انفرز على القلب يؤدي الى انهيبيشن بالقلب. ففي عندي انا يا اخوان نيرف اسمه فيجاس نيرف. شو اسمه؟ فيجاس نيرف. هسه يا اخوان انا بعرف شغله اذا بتتذكروها، السمباثيتك نيرف سيستم متى بيكون شغال؟ هذا الجهاز العصبي السمباثيتك بيكون شغال لما واحد يكون في ايمرجنسي، حاله طوارئ، زي انا دائما بشبهه انه واحد شاف اسد قدامه، تمام؟ هون بدي يجي فل وبده ايش؟ يهرب كثير. فالسمباثيك بتلاقي ايش لما تشوف اسد انت قدامك؟ قلبك بنبض كثير، نفسك بزيد كثير، عضلاتك كثير تتحرك، صح؟ بينما بالباراسمباثيتك انت قاعد متكي بتدخن، كل اجواءك ناريه، فهل هون بيكون القلب قاعد بدق كثير؟ اكيد لا. فالفيجاس نيرف هو مثال على ايش؟ على باراسمباثيتك نيرف يفرز بالبوست جانجليونيك ايش قلنا؟ اسيتيلكولين. لما هذا الفيجاس نيرف يجي على القلب شو بيسوي بالقلب؟ بيثبطه. فذا عندك تعرف اسيتيلكولين معظم شغله اكسايتاتوري، ولكن في بعض من شغله ايش؟ انهيبيتوري. يا سلام عليك. طيب نروح على النور ابينفرين، نيورو ترانسميتر ثاني. من وين بنفرز؟ بنفرز يا اخوان من نيرونز موجودة في البرين ستيم، في جذع الدماغ والهايبوثالامس غدة تحت المهاد. فاذا بس تحتيه خط بس بنفرز من نيرونز في البرين ستيم والهايبوثالامس. جاي اسألك سؤال، النور ابينفرين من وين بنفرز؟ من الدماغ. من مكانين بالدماغ، من جذع الدماغ البرين ستيم والهايبوثالامس غدة تحت المهاد، صح؟ هاي بنصطبها. والنقطة الثانية بنفرز فيها النور ابينفرين، مين قلنا؟ قلنا هذا البوست جانجليونيك اذا كان سمباثيتك بفرز النور ابينفرين. فبنفرز من البوست جانجليونيك نيرونز بالسمباثيتك نيرفس سيستم. برايك النور ابينفرين باي ذا واي هو ايش؟ هو مادة تشبه الادرينالين، بسموها نور ابينفرين او نور ادرينالين، مادة كثير تشبه الادرينالين، تمام؟ ادرينالين شو بيسوي بجسمك؟ اكيد بيحفزه خليك تنط فوق. فهذا عباره عن ايش؟ اكسايتاتوري، بس نقطه انتهى، تمام؟ تمام. طيب شوف عندي كمان دوبامين. الدوبامين وين بنفرز يا اخوان؟ بس هاي النقطه من السبستانشيا نيجرا. وشو وظيفته؟ انهيبيشن، بيثبط تكوين الاكشن بوتنشلز. الجلايسين وين بنفرز؟ من السباينال كورد او النخاع الشوكي. شو وظيفته؟ انهيبيتوري، تثبيط. هسه عشان نكمل مع بعض جدول ان شاء الله. عندي الجابا، الجابا طبعا جلايسين وجابا وجلوتاميت، وين هذا شو؟ اي بسم الله الرحمن الرحيم، اي كلاس بمشي بحرف الجي، فهن كلاس 3 صح؟ الجابا بنفرز او هو جاما امينو بيوتريك اسيد، بنفرز من السباينال كورد نخاع الشوكي، سيربيلم المخيخ، البيزل جانجليا تجمعات عصبيه في داخل الدماغ مسؤوله عن الاحساس، وايضا من الكورتكس صح؟ وشو وظيفه الجابا؟ ايضا انهيبيشن، تثبيط. طيب الجلوتاميت من وين بنفرز؟ الجلوتاميت يا اخوان بكل بساطة بنفرز من السنسوري باثويز اللي بتكون قاعدة بتفوت على السنترال نيرفس سيستم. يعني عندي اي عصب حسي قاعد بنقل الاحساس للدماغ والنخاع الشوكي، هذا العصب الحسي في نهايته شو بفرز؟ اي نيرو ترانسميتر؟ الجلوتاميت. وهي اول منطقة منها اللي هي السنسوري باثويز او الاعصاب الحسية. وايضا بنفرز من الكورتكس قشرة الدماغ. وشو وظيفته؟ اكسايتيشن. فلاحظوا قشرة الدماغ يا اخوان صار بنفرز منها ثلاث نيرو ترانسميترز لحد الان. عندي الموتور كورتكس بنفرز منها استيلكولين، وعندي الكورتكس هون بنفرز منها جابا، والكورتكس هون بنفرز منها جلوتاميت. فصار عندي الجابا والجلوتاميت والاستيلكولين كلهن بقدر افرزها من الموتور او من العفو من الكورتكس بشكل عام، صح؟ خلينا نسوي جدول صغير. هون اكسايتاتوري وهون انهيبيتوري، تمام؟ شو في عندي من هذول اكسايتاتوري يا اخوان؟ نبلش الاستيلكولين ايش كان؟ معظم شغله اكسايتاتوري ولكن احيانا بيكون انهيبيتوري. فوين بقدر احطه؟ بقدر احط الاستيلكولين عند الاكسايتاتوري، صح؟ بشكل عام. طيب بالنسبه للنور ابينفرين اكسايتاتوري، احط هون نور ابينفرين، صح؟ اكسايتاتوري. مين كمان اكسايتاتوري؟ الجلوتاميت، فبحط هون جلوتاميت اكسايتاتوري. هذول الثلاث هن ايش؟ المحفزات لتكوين اكشن بوتنشن. طيب انهيبيتوري مين في عندي انهيبيتوري؟ هيو دوبامين. كان ايش معنى دوبامين؟ انهيبيشن، صح؟ وعندي الجلايسين ايش كان؟ انهيبيتوري. الجلايسين واخر واحد الجابا، هذا كمان ايش ماله؟ انهيبيتوري. فصار في عندي اسيتيلكولين،
نورابينفرين، جلوتاميت، محفزات، دوبامين، جلايسين، جابا انهيبيتوري. تمام، يا سلام عليك. طيب شو هاي عندي كمان تو نيورو ترانسميترز نحكي عنهن؟ الاول اسمه سيروتونين والثاني اسمه تريك اوكسايد. سالتك السيروتونين اي كلاس؟ انت بتتذكر كلاس 1 فيها استيلكولين بس، كلاس 4 فيها نيتريك اوكسايد بس، فلا واحد ولا ايش؟ اربعه. انا بعرف كلاس 3 بتبلش بحرف الجي، فمش كلاس 3، اذا شو؟ كلاس 2 صح. هذا السيروتونين يا اخوان الا وهو بسموه هرمون السعاده بنفرز من النيوكلياي في الدماغ. شو النيوكلياي في الدماغ يا اخوان؟ لما اجي احكي لك نواه او نويه او نيوكلياي في الدماغ، هاي عبارة عن تجمع لأعصاب في الدماغ. فتجمع خلايا عصبية بالدماغ لوظيفة معينة شو بسموها؟ النيوكلياي. ما هي النيوكلياي؟ تجمع لخلايا عصبية في داخل الدماغ أو النخاع الشوكي. تمام؟ فيكون السيروتونين بنفرز من النيوكلياي أو تجمع خلايا عصبية موجودة في الدماغ في مكان اسمه the median رافي، وهذا موجود بأي جزء من الدماغ بالضبط؟ في البرين ستيم. ففي جذع الدماغ البرين ستيم عندي منطقة شو اسمها؟ ميديان رافي، فيها نيوكلياي، فيها مجموعة أو تجمع لأنوية أو تجمع لعفوا أعصاب في داخل الدماغ. شو بس بفرزولي؟ بفرزولي سيروتونين. فمتحن كيف أجيب لك السؤال؟ سيروتونين السكريتد فروم شو بتحكي له؟ بتحكي له ميديان رافي نيوكلياي، أي النوية تبت الميديان رافي موجودة في البرين ستيم. تمام؟ تمام. الباقي ما بدي ما بهم الباقي. السيروتونين يا اخوان بيشتغل كانهيبيتور، بس مش انهيبيتور زي هذول، لا بيشتغل كانهيبيتور اوف بين باثويز في داخل النخاع الشوكي. اي السيروتونين بيثبط الالم. شو بيثبط؟ الالم. تمام، هاي واحد. ثانيا شوف الوظيفه الثانيه، مش قلنا اسمه هرمون السعاده؟ فهو يساعد في الكنترول والتحكم في المود اوف ذا بيرسون، اي بيساعد بالتحكم بايش؟ بفرفشه الانسان تخلي ايش؟ سعيد. تمام، وحتى احيانا بخلي الانسان ينام. فاذا شو له وظيفتين؟ انه بيثبط او بيشتغل كمثبط للبين، وحرفيا بينظم المود تبع الشخص. واخر انا عندي نيرو ترانسميتر بدي احكي عنه، اللي هو النيتريك اوكسايد. من وين بنفرز النيتريك اوكسايد يا اخوان؟ بنفرز من اعصاب موجوده في الدماغ. طيب هاي اجزاء الدماغ اللي بتفرز النيتريك اوكسايد عن شو مسؤوله؟ مسؤولة عن البيهيفير، السلوك والميموري. فأنا ما بيهمني تعرف شو اسم المكان بالدماغ بفرز نيتريك أوكسايد، اعرف لي إنه هذا المكان بالدماغ أو الأعصاب الموجودة في الدماغ اللي قاعدة بتفرز نيتريك أوكسايد شو وظيفتها بشكل عام؟ وظيفتها التحكم بالسلوك والذاكرة تبعت الإنسان. هذا نيتريك أوكسايد أخوان يعتبر نيرو ترانسميتر شوي عفوا سبيشل عن باقي النيرو ترانسميترز. كيف؟ النيرو ترانسميترز يا اخوان كلياتهم، نيجي نطلع هون على هاي الرسمه، لاحظ كيف انه كلياتهم يكون مخزنات اصلا في داخل فيزيكل. يعني انا لما اجى الاكشن بوتنشل كان عندي فيزيكل فيها نيرو ترانسميترز جاهزه مكونه من قبل بري فورمد، صح؟ وهذا الامر ينطبق على كل النيرو ترانسميترز دون استثناء ما عدا النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد يا اخوان it is not preformed، هاي عفوا preformed، it is not preformed and stored in vesicles من قبل. instead انا بصنعها لما احتاجها. فانا عندي نفترض جاي زي هيك، وهذا عباره عن الهيوستاتيك تيرمينال، انا عندي ما بيكون في حويصله فيها ايش؟ نيتريك اوكسايد. لا لما احتاج نيتريك اوكسايد بصنعه بهالسيتوبلازم وعلى طول بطلعه. ف it's synthesized instantly as needed، بصنعه لما احتاجه وبيروح على طول diffuses out من دون ما انه يكون جوا حويصلي ولا اي شيء. ما في ديفيوزز اوت ذا بري سيناتيك تيرمينال، بيطلع برا هذه بري سيناتيك تيرمينال في غضون ثواني راذر من انه والله يكون في داخل حويصلي ويطلع برا. تمام تمام. بحكي لك بعدين ديفيوزز وبروح للبوست سيناتيك نيرونز وبرتبط بالمستقبل. هون بتخيل بيكون عندي هون سالبه عباره عن بوست سيناتيك نيرون، بيكون عندي مستقبل بربط فيها هذا النيتريك اوكسايد. بس هاي كل القصه. طب لما يربط فيها هذا النيتريك اوكسايد شو وظيفته؟ يا اخوان انا بعرف النيرو ترانسميترز بشكل عام هي وظيفتها تغير من الممبرين بوتنشل، يا انه تحفزه وتخلي جوا موجب وتسوي اكشن بوتنشل، او انه تثبط هذا النيرون الثاني وتخليه سالب اكثر وتمنع تكوين الاكشن بوتنشل. النيتريك اوكسايد does not greatly alter the membrane potential، ما بغير لي الممبرين بوتنشل، ما له علاقه فيه. وانا شو بسوي؟
النيتريك اوكسيد مرتبة المستقبل يا اخوان يعمل على تغيير او تغييرات في الانتراسيلولار ميتابوليك فانكشنز، يعمل على تغييرات في الميتابوليزم الموجود في داخل هاي الخلية العصبية. تمام، لما غير من ميتابوليزم هون عندك هنا بقدر اني انا اغير من النيورون الاكسايتابيليتي وقدره النيورون انه يصير له اكسايتابيليتي او انه يصير اكسايتابل او انه يتحفز او اني اثبته عن التحفيز. ولكن اذا سالك في الامتحان هل النيتريك اوكسايد بشكل مباشر يؤثر على الممبرين بوتنشل، بتحكي له لا. تذكر شو اهم وظيفه له؟ بتحكي له انه وظيفته يغير من عمليات الايض، من عمليات الميتابوليزم في داخل هذا الغشاء. تمام، يا سلام عليك. اوكي، هسه يا اخوان بالنسبه لهي ريسايكلينج للفيزيكلز، انا اعيد استخدام الفيزيكلز شرحناها هون بشكل ايش بسيط جدا، وهذا هو نفس الحكي اللي موجود هون، بس النقطه الاخيره هي الجديده حرفيا. من يا اخوان انا عندي الفيزيكل لما ارجع اكونه مره ثانيه هون واطلعه من المبرين وارجع اكونه مره ثانيه، في داخل هذا الفيزيكل بيكون في عندي بعده في عندي انزيمز وترانسبورت بروتينز، انزيمات وبروتينات ناقله. شو وظيفتها؟ انه انا عندي يا اخوان نيورو ترانسميترز تكونت عندي هون، اقدر اجمعها واسوي لها كونسنتريشن واجمعها وين؟ في داخل الفيزيكلز. فهذا الفيزيكل لما ارجع اكونه مره ثانيه من الممبرين ويطلع مره ثانيه زيك وكون الفيزيكل مره اخرى، بيكون ستيل كونتينز في داخله بعده انزيمات وبروتينات ناقله مسؤوله عن تصنيع وكونسنتريتنج تركيز النيورو ترانسميترز في داخل هاي الفيزيكل. هسه يا اخوان انا النيورو ترانسميترز عندي لما تطلع على السينابتيك كليفت وتيجي ترتبط بالنيرون البوست سينابتيك، هل معقول يظلها قاعده هناك؟ اكيد لا. نفترض انه هذا النيورو ترانسميتر كان محفز، هل معقول هذا العصب الثاني يظل دائما متحفز دائما يكون اكشن بوتنشل؟ لا، انا بدي النيورو ترانسميتر يحفزه شويه يسوي له اكشن بوتنشل بعدين ينفصل، صح؟ فما هي اليات اني انا اشيل النيورو ترانسميتر من هالسينابتيك كليفت؟ يا اخوان انا عندي ثلاث اليات بسيطه جدا، يا انه انا عندي بكل بساطه نرجع لهم على الرسمه على بشكل بسيط، يا انه انا عندي هذا النيورو ترانسميتر، خلينا نشيل هاي هيك على السريع من هون، يا انه هذا النيورو ترانسميتر راح اجي امسكه ويصير له ديفيوجن لحاله ينفصل عن الريسبتور ويطلع برا سلامتك كليفت لحاله خلاص يروح. هاي اول طريقة، او طريقة ثانية انه يكون انا في عندي انزيم مكسر هون، هاي زي ما تكسره بتيجي على هذا النيورو ترانسميتر بتكسره. والطريقة الثالثة هو ان انا يكون في عندي هون في داخل البري سينابتيك ممبرين يكون في عندي زي بامب، زي مضخة، زي شفاطة حرفيا بتشفط النيورو ترانسميتر مرة ثانية وبتدخله الى البري سينابتيك. فما هي الثلاث الطرق اللي بتخلص فيها من هذا النيورو ترانسميتر؟ الطريقة الاولى هي الديفيوجن اوت اوف ذا كليفت، انه يطلع برا الكليفت لحاله. الطريقة الثانية انزيماتيك ديجريديشن، تكسير عن طريق الانزيمات. كمثال عندي انا الاسيتيل كولين وهو عبارة عن إيش؟ نيورو ترانسميتر. الإنزيم المكسر له اسمه أسيتيلكولين استريز، استريز إنزيم المكسر للأسيتيلكولين. تمام؟ والأسيتيلكولين من اسمه أسيتيلكولين، متكون من إيش؟ من كولين وأسيتيت. فلما أجي أكسره إيش بتكون؟ وليش بتكسر؟ بتكسر لأسيتيت وكولين. يا سلام عليك، نقطة. وآخر طريقة هي أكتيف نيورو ترانسميتر ري أبتيك، هي عبارة عن شفط، عبارة اني اخذ مرة ثانية هذا النيورو ترانسميتر باستخدام طاقة او بين قوسين باستخدام بامب ومضخة ورجع على البري سينابتيك ممبرين. تمام تمام. بذكر يا اخوان قلت لك النيورو ترانسميترز لها نوعان رئيسيان، صح؟ السمول موليكيول رابيدلي اكتنج ترانسميترز، والنوع الثاني الا وهي النيورو بيبتايد، صحيح؟ انا يا اخوان حرفيا من الاسم انا بقدر اعرف شو هذا النيورو بيبتايد. انا كان هذاك اسمه سمول موليكيول، فهذا شو راح يكون؟ لارج موليكيول. هذاك كان يا اخوان بين قوسين باسمه رابيدلي اكتنج، كان رابيدلي اكتنج يعني بيشتغل بسرعه، فهذا شو راح يكون ماله؟ هاف برولونجد اكشن. فهذا اول فرقين، اول فرق انه هذا لارج، ثاني فرق انه هذا عنده ايش؟ برولونجد اكشن، ذاك يكون الاكشن تبعه سريع. الفرق الثالث يا اخوان اذا تتذكروا فوق هاي السمول موليكيول رابيدلي اكتنج وين كانت تتكون هالنيورو ترانسميترز؟ كانت بالسيتوسول او بالسيتوبلازم، بينما انا عندي هاي النيورو بيبتايدز هي اسمها بيبتيدات او بروتينات، فهون راح تتصنع في مصنع البروتينات تبع ايش؟ تبع الخليه اللي هو اسمه رايبوسومات. وهذا الفرق الثالث، انه انا هناك اللي فوق تتكون بالسيتوبلازم وهذا النيورو بيبتايدز تتكون في داخل ايش؟ الرايبوسوم. والفرق الرابع والاخير بيناتهم يا اخوان بانه اذا تتذكروا
قبل شوي شرحناها بينه وبين السمول مولكيول رابيد اكتنج نيورو ترانسميترز. انا عندي هاي الفيزيكال شو بصير فيها لما اجي استخدمها؟ بقدر اني ارجع اطلعها مره ثانيه واستخدمها مره اخرى. It is reused. بينما انا عندي هذا النيورو بيبتايدز الفيزيكال تبعته اللي بتحتويه It is autolyzed, تتكسر ولا يمكن استخدامها. وهذا هو الفرق الاخير. فما هي اربع فروقات؟ النيورو بيبتايدز كبيره، اللي سمول مولكيول رابيد اكتنج بتكون صغيره. انا عندي ثاني فرق هذيك اسمها رابيدلي اكتنج، فشغلها سريع وبيطولش، بينما هي بتكون عندها برولونجد اكشن. الفرق الثالث الا وهو انه هذيك بتتكون بالسيتوسول، هاي بتتكون بالرايبوسوم. بينما الفرق الرابع انه هذيك اللي هي سمول مولكيول رابيد اكتنج نيورو ترانسميترز الفيزيكال فيها بقدر ارجع استخدمها، ولكن نيورو بيبتايدز الفيزيكال فيها it is not reused. تمام؟ فزي ما قلت لك هذول الجملتين بيسوي لي لونج تيرم تشينجز بالنمبر اوف نيورونال ريسبتورز، بيسوي لي لونج تيرم باوبننج وكلوجر بسيلز انجلز. ما بيهمني، عرف لي شيء واحد بانه ايش معناته، انه كلمه لونج تيرم انه طويل الامد، بانه هاي النيربتايدز بتقوم بوظائف طويله الامد اي برولونجد اكشنز. تمام؟ يا سلام عليك. هسه يا اخوان نحكي عن الكتريكال ايفنتس وعن الكهرباء زي ما تحكي اللي ممكن تصير الاكشن بوتنشلز في اثناء النيورونال اكسايتيشن وفي اثناء النيورونال انيبيشن. نحكي عن تحفيز النيورونز وعن تثبيط النيورونز. تمام؟ هسه يا اخوان بدايه انا بدي احكي عن الريستنج ممبرين بوتنشل تبع السوما. شو هو السوما؟ هو السيل ممبرين، عفوا هو عباره عن سيل بودي تبع ايش؟ تبع العصب. العصب كان عباره عن سوما، بعدين عندي اكسون صح، وعندي دندرايتسون. فهذا شو سميته؟ هذا هو السيل، هذا السيل بودي اسمه سوما. الريستنج ممبرين بوتنشل تبع السوما يا اخوان هو سالب 65 ملي فولت. هاي بوضع الريست، بالوضع الايش بيكون فيه مرتاح. تمام؟ تمام. بيجي بيحكي لك انا ليش عندي هذا الريستنج ممبرين بوتنشل بالسالب هالقد كثير نازل. Why does it have a low voltage؟ بكل بساطة يا اخوان هذا عبارة عن رقم وسطي انا بقدر اتحكم فيه براحتي، يا اني انا بقدر اخليه موجب شوي اكثر، اقربه على السالب 60 سالب ايش 58 واقربه على الثريشولد واخلي الاكسايتابيليتي سهله، او اني انا انزله اكثر واخليه سالب 80 سالب 90 واخلي انا ايش تكوين الاكشن بوتنشال صعب. فانا هاي اللور فولتج والفولتج الصغيره عندي اياها مهمه. ليش؟ بيكوز ات الاوز بوث بوزيتيف ونيجاتيف كنترول بالاكسايتابيليتي بتاع النيرون. تسمح لي ان اتحكم بتحفيز النيرون سواء انه بوزيتيف ازيده للتحفيز او انه نيجاتيف اني اقلله. تمام؟ تمام. فس يا اخوان نشوف هاي النيورونال اكسايتيشن كيف بتصير على البوست سيناتيك ممبرين. بدايه انا بكون في عندي هنا سينابس، وهذا سينابس ايش ماله؟ اكسايتاتور. شنو اكسايتاتوري؟ اي انه يفرز اكسايتاتوري نيورو ترانسميترز. زي مين؟ زي اللي جلوتاميت مثلا، زي الاور ابينفرين صح. فهذا يا اخوان الاكسايتاتوري سينابس اللي بفرز لي اكسايتاتو نيورو ترانسميترز سيؤدي الى بوتنشل ويؤدي الى ممبرين بوتنشل في داخل هذا البوست سيناتيك ممبرين، انه بيرفعه للموجب صح، بحفزه. فشو سميت هذا البوتنشل الموجب اللي صار بالبوست سيناتيك ممبرين من هذا الاكسايتاتو نيورو ترانسميتر؟ سميته اكسايتاتو بوست سيناتيك بوتنشل. سبحان الله، اي انه هو عباره عن البوتنشل اللي طالع عندي من الاكسايتيشن، يعني شو صار؟ موجب اكثر صح. بينما انا عندي هون يا اخوان سينابس انهيبيتوري، شو راح يخلي جوا هذا اللي هو السوما او داخل هذا السيبدي او داخل هذا النيورون؟ خليه سالب اكثر. فشو سميته هذا اللي هو الانهيبيتوري افكت؟ سميته انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. اللي ايش خلى الممبرين بوتنشال للبوست سينابتيك ممبرين؟ خلاه سالب اكثر صح. بالضبط. فاذا الاكسايتاتوري بخلي انا عندي اياها موجب اكثر، والانهيبيتوري بخليها ايش؟ سالب اكثر فقط لا غير. وزي ما حكينا انا عندي هذا الاكسايتاتوري بوتنشل او الاكسايتاتوري سينابس او الاكسايتاتوري نيورو ترانسميترز، شو بتسوي البوست سينابس بوتنشل؟ بتفتح قنوات مين؟ تفتح قنوات الصوديوم. ففتح قنوات الصوديوم يجعل الصوديوم يفوت لجوه اللي هو صوديوم الموجب، شو بيسوي لي؟ بيرفع للموجب. فهذا بسميه ايش؟ اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشل اي بي اس بي، هي نفسها اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشل. بينما الانهيبيتوري يا اخوان كيف بثبت هذا النيرون؟ بكل بساطة يا بفتح قنوات البوتاسيوم بخلي البوتاسيوم يطلع، يا بفتح قنوات الكلورايد بخلي الكلورايد يفوت. هذا يؤدي الى ايش؟ الى انهيبيشن وتثبيط صح؟ ممتاز. خليني كسر الاكسايتاتوري يا اخوان بشكل بسيط. انا عندي اذا كان سينابس واحد عندي، يعني اكسايتيشن واحد عندي، هذا يا اخوان بيكون غير كافي لتكوين اكشن بوتنشال. ليش؟ لانه سنجل اكسايتاتوري بوست سيناتيك بوتنشال اي تحفيز واحد من سينابس واحد، هذا بيرفع للممبرين بوتنشل هون من 5 الى 7 ملي فولت بس. يا
يعني هون نفترض انه كان سالب مثلا سالب مثلا سالب 70 على سبيل المثال، بيرفع لي لسالب 65 لسالب 63، ولكن هل بوصل انا السالب 55 تبع الثريشولد؟ لا، فهي ليست كافيه ان توصل الممبرين للثريشولد واسوي اكشن بوتنشال. اي بي هي اكشن بوتنشال عفوا. فعشان اقدر اوصل للثريشولد يا اخوان، هون انا ايش بحتاج؟ بحتاج بكل بساطه اكثر من محفز، انا بحتاج اكثر من اكسايتاتوري بوتنشال، بحتاج اكثر من ساينابس. فبتلاقي ممكن انا عندي هنا ساينابس ثاني، وهنا عندي ساينابس ثالث، هذول كلياتهم ايش بسوين؟ اكسايتيشن، صحيح؟ فهذا بعطيني ايش؟ اكسايتيشن، وهذا بعطيني اكسايتيشن، وهذا بعطيني اكسايتيشن، كل واحد منهم راح يرفعني من 5 الى 7، وهذا بيسدي الى جمع. شو بسوي؟ جمع لهاي القوة، بصير عندي ساميشن لهاي اللي هي الرفعات، مما يؤدي إلى إنه يرفع هذا البوتنشل من سالب 70 إلى الثريشولد، وسوي أكشن بوتنشل. فأنا عشان أوصل للثريشولد لازم عندي ساميشن جمع لملتيبل إكسايتاتور نيورو ترانسميترز، للعديد من نيورو ترانسميترز المحفزات، وهذا الساميشن يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى تكوين أكشن بوتنشل. هسا يا إخوان أنا النقطة الرئيسية عندي بدي أحكي لك إياها هون، هالنقطة كثير مهمة، توقع عليها سؤال في الامتحان. بيجي بيحكي لك أنا عندي هذا السينابس جاي مثلا على السيل بادي، هل السيل بادي هو المكان اللي راح يصير فيه اكشن بوتنشال؟ لا. ليش؟ السيل بادي يا اخوان عدد قنوات الصوديوم قليله، فلو اني انا حفزته هل كميه الصوديوم راح تفوت كثير لجوا؟ لا، فصعب كثير اني ارفعه للثريشولد، تمام؟ ولكن هذا المحفز راح يمتد ويوصل لاول جزء في الاكسون اللي بسميه انيشال سيجمنت اوف ذا اكشن. كلمه انيشال مبدأ او بدايه او الاول، وسيجمنت قطعة، والأكسون والأكسون، فهي أول قطعة في الأكسون. هاي أول قطعة في الأكسون يا أخوان إيش مالها؟ فيها كمية صوديوم شانلز هائلة جدا، ونكون دقيقين هي حرفيا أكثر بسبع مرات من الصوديوم شانلز بالسوما هاف. فلما يوصل المحفز لهذا الانيشال سيجمنت اوف ذا اكسون راح تفتح قنوات الصوديوم كلياتها، لما يؤدي الصوديوم يفوت بشكل هائل ويسوي لي هذا الاكشن بوتنشال هون. فالاكشن بوتنشال وين ببلش عندي؟ دائما في الانيشال سيجمنت اوف ذا اكسون، اللي هي اول قطعه من الاكسون، صح؟ وقلت لك شو سببها هاي؟ بان السوما او اللي هو جسم تبع نيرون عفوا عنده فيو فولتج جيتد صوديوم شانلز، عدد قنوات الصوديوم عنده كثير قليله، فديس ميكس ات ديفيكلت فور ذا اكسايتاتوري بوتنشال، او لانه لهذا اللي هو المحفز اجاني هون انه يفتح لي قنوات صوديوم كفايه يسوي لي اكشن بوتنشال. ولكن اول جزء الانيشال سيجمنت من الاكسون ايش ماله؟ في عنده 7 تايمز از جريت كونسنتريشن اوف فولتج جيتد صوديوم شانلز از داز ذا سوما، يعني عنده 7 اضعاف تركيز الفولتج جيتد صوديوم شانلز زي ما هو موجود عندي بالسوما. فلما يوصل هذا المحفز لهون راح يؤدي الى فتح كل قنوات الصوديوم هذول ودخول كميه كبيره من الصوديوم، مما يؤدي الى تكوين الاكشن بوتنشال، وهي اشطب لي اياها. تمام تمام. طيب يا اخوان انا تكون عندي الاكشن بوتنشال في هذا الانيشال سيجمنت، خلينا نحكي عن هون الانيشال سيجمنت في المنطقه الاكسايتاتوري فوق، انا وصل عندي والله هذا الاكشن بوتنشال هون، والله سوى لي ايش؟ عفوا وصلني السيمنس هون وسوى لي اكشن بوتنشال. هذا الاكشن بوتنشال وين راح يمشي؟ اكيد داون ذا اكسون، صح؟ ولكن ليش ما يمشي باتجاه السوما كمان؟ بيمشي. اذا الاكشن بوتنشال يا اخوان وهي عباره عن حركه ايونات عشوائيه، راح تكون عندها قدره هاي الايونات انها تمشي بالاتجاهين داون ذا اكسون وباتجاه السيل بودي. تمام تمام، يا سلام عليك. فبكيك لما يبلش الاكشن بوتنشال ات ويل ترافل بيريفرالي الونج ذا اكسون، راح يمشي عبر الاكسون وايضا باكورد اوفر ذا سوما، ويمشي ايش؟ باك تو ذا سوما. طيب نحكي هسه عن النيورونال انهيبيشن، عن تثبيط النيرونز. انا بعرف يا اخوان انه انا عندي الستيمولاي الانهيبيتوري، هذا شو بسميه؟ انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، صح؟ فنبلش بالانهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. قلنا انا كيف بقدر اسوي انهيبيشن لهذا النيرون؟ بفتح اي قنوات؟ بفتح قنوات الكلورايد، بفتح قنوات البوتاسيوم. بفتح قنوات الكلورايد، الكلورايد هاف ان ايزي باسج بفوت لجوه الخليه بخليها سالبه، ولما افتح قنوات البوتاسيوم هاي بخلي البوزيتيفلي تشارجد بوتاسيوم ايونز، اي شحنات البوتاسيوم الموجبه تطلع لبرا وبصير جوه الخليه سالب اكثر، مما انه ايش؟ يصعب علي تكوين اكشن بوتنشال، صح؟ يا سلام عليك. فبيجي بحكي لك يا اخوان بوث كلورايد انفلكس، شو معنى كلمه انفلكس؟ ان ان انفلكس اي دخول للكلورايد، والبوتاسيوم افلكس، يعني افلكس اي اكزيت، يعني انه يطلع البوتاسيوم. فطلوع البوتاسيوم او دخول الكلورايد
هذا يزيد من الانتراسيولر نيجاتيفيتي، بيزيد من السالبيه جوا ايش الخليه. شو معنى الخليه تصير سالبه اكثر؟ يعني هايبر بولرايزيشن، اثبت تكوين الاكشن بوتنشال فيها، يعني بدل ما انه يكون سالب 70 صار سالب 80 وسالب 90، بعدت عن الثرشولد انا هون، صح؟ تمام. تتذكروا هون انا سنجل اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال او تحفيز واحد اكسايتاتوري بيزيد من 5 ل 7، صح؟ الانهبيتوري نفس الاشي يا اخوان، سنجل انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال بينزل لي بمقدار 5 او اللي بيصير سالب 5، تمام؟ تمام. وبتتذكروا يا اخوان انا عندي كيف بسوي هذا الاكسايتيشن او كيف بادي الى فتح القنوات تبع البوتاسيوم او الكلورايد؟ انا بفرز من هون نيرو ترانسميترز مثبطه او انهبيتوري نيرو ترانسميترز. فبيجي بيحكي لك انا حرفيا ها انه عشان اسوي كل هاي القصه لازم يصير عندي ريليس لانهبيتوري سبستانس اماد مثبطه زي الجابا زي الجلايسين، صح؟ عندك هاي الجابا والجلايسين راح تروح تفتح لي الان ايون شانل. شو معنى كلمه ان ايون؟ هو عشان نذكرها دائما، كلمه كات ايون معناها ايش؟ شحنه موجبه. كلمه ان ايون معناتها الشحنه السالبه. كيف نتذكرها؟ انا هيك متذكرها صراحه، كات ايون فيها كلمه كات، فالكات ايش معناها؟ بس حلوه بتجنن فتكون شحنتها موجبه، فكلمه كات ايون معناتها شحنات موجبه، ان ايون معناها شحنات سالبه. انا هذا الجابه شو راح يسوي لي؟ راح يفتح لي قنوات الشحنات السالبه للكلورايد، مما يسمح لكميه هاي من الكلورايد انه يفوت لجوه هذا اللي هو ايش؟ النيرف، صح؟ ممتاز. انا يا اخوان وين اكثر مكان ممكن يصير فيه انهيبيشن في داخل جسمي؟ بس معلومه سريعه، في السنسوري باثويز. في السنسوري باثويز، فانا عندي في السنسوري باثويز او اللي هي من الاعصاب الحسيه تبعت الجهاز العصبي، هي اكثر اماكن انا بسوي فيها انهيبيشن وتضبيط الاكشن بوتنشلز، لان لو خليتها على حالها هاي الاعصاب الحسيه راح تتحفز بجزء على الهواء اللي ماشي بالجو، فهذا مش منطقي، فلازم اضبطها بالجابه واخليها ايش؟ لحد معين بس. تمام تمام. فناخذ بس نوتات خفيفات لطيفات. هسه يا اخوان انا عندي هذا الاكسايتاتوري بوستنابتيك بوتنشل، او هذا عباره عن الساينابس المحفز، ادى الى فتح قنوات صدمه ودخول الصدمه جوا، وصار جوا موجب شويه زياده، يعني رفع من سالب 70 صار سالب 65، سالب 65 يا سالب 60، زي هيك شيء. شايفين هاي الرفعه يا اخوان قديش بتدوم مدتها؟ تدوم 15 ملي سكند، تمام؟ فالاكسايتاتوري بوستنابتيك بوتنشل يموت او ديكلاين على مده 15 ملي سكند، بتضل مدته 15 ملي سكند. طيب ليش بضل هاي 15 ملي سكند؟ لانه يا اخوان هاي ايونات الصوديوم الموجبه اللي دخلتها تحتاج الى 15 ملي سكند انه تقدر ترجع تطلع لبرا، فهذا هو الوقت المحتاج فور ذا اكسس بوزيتيف تشارجز اللي فاتت لجوا النيرون او لهي الشحنات الموجبه اللي زادت فاتت جوا النيرون انها ترجع تطلع لبرا او تليك اوت. تمام تمام. طيب الانهبيتوري بوستنابتيك بوتنشل نفس القصة، سيحتاج أيضا إلى 15 ملي سكند عشان إنه إيش؟ يرجع الأيونات لمكانها. فقديش بتدوم مدة الإكسايتيشن أو مدة التحفيز؟ 15 ملي سكند. مدة الإنهبيشن كمان 15 ملي سكند. تمام؟ يا سلام عليك. ولكن يا إخوان هذا الحكي عن اللي سمول موليكيول نيورو ترانسميترز. بالنسبة للنيورو بيبتايد شو حكينا بتكون مدتها؟ أكبر بكثير، صح؟ فهاي نيورو بيبتايد تقدر تحفز أو تثبط البوست سينابتيك نيورون لفترات أطول بكثير. يا سلام عليك. واخر جزئيه عندنا اياها يا اخوان هي السميشن ات سينابسز، الا وهو الجمع عند السينابسز. تتذكر انا قلت لك هون بانه انا ممكن يكون عندي اكثر من نيرون موجود في هذا السينابس، صح؟ هذا كل واحد منهم قاعد بعطيني اكسايتاتوري سيجنال اكسايتاتوري سيجنال اكسايتاتوري سيجنال، كلهم بنجمع مع بعض ما يؤدي الى تحفيز النيرون يوصل الاكشن بوتنشال، صح؟ هذا يا اخوان انا السميشن له كم نوع؟ نوعين، سبيشال سميشن وواحد اسمه تيمبورال سميشن. اي جمع السبيشال جمع التمبورال، شو الفرق بيناتهم؟ فرقين فقط لا غير. السبيشال سميشن بيكون انا عندي يا اخوان اكثر من نيرون، كل واحد منهم قاعد بعطيني اكسايتيشن اكسايتيشن اكسايتيشن، تحفيز تحفيز تحفيز، وهذول الثلاث تحفيزات صار في نفس الوقت سملتينيوسلي وانجمعن مع بعض. فاذا شو الشرطين تبعونهم؟ انه يكون عندي اكثر من نيرون، ثانيا انه يكونن في نفس الوقت سملتينيوس. هذا جمع شو بسميه؟ سبيشال سميشن. فسبيشال سميشن هو سملتينيوس، اي في نفس الوقت صار عندي فايرنج من العديد من السينابس والعديد من النيرون، ورحت انا جمعت عندك هذا البوتنشال تبعهم مع بعض ووصلنا لعند الثريشولد الذي ادى الى تكوين اكشن بوتنشال. طيب شو التمبورال سميشن؟ يا اخوان بكل بساطه يكون عندي هون عصب وهذا الاكسون تبعه، هون عصب ثاني، صح؟
إذا عارفين التيمبورال سميشن هو ما بين سينابسي ما بين عفوا عصبين في سينابس واحد، تمام؟ سينابس ما شاء الله صارت كلمة عربية. في سينابس واحد يا إخوان صار في عندي أنا إيش تيمبورال سميشن. كيف تيمبورال سميشن هذا يا إخوان؟ إجا أعطاني إكسايتاتوري سيجنال أو إنهبيتوري سيجنال بغض النظر، بعديها بشوي اجت كمان اكسايتاتوري سيجنال ثانيه، بعد شوي اكسايتاتوري سيجنال ثالثه. انا بعرف بانه كل اكسايتاتوري او انهبيتوري سيجنال قديش بتدوم مدتها 15 ملي سكند، صح؟ فنفترض اجت هاي الاكسايتاتوري سيجنال حفزت لي هذا النيرون يطلع من سالب 70 لحد سالب 65 مثلا. اجى بعديها اكسايتاتوري سيجنال ثانيه في غضون هاي ال 15 ملي سكند الاولى ورفعتني من سالب 65 لسالب 60. كيف انجمعت؟ اجت كمان في غضون 15 ملي سكند اجى كمان اكشن بوتنشال ثالث رفعني من سالب 65 لسالب 55، وصلت الثريشولد عندي اكشن بوتنشال، صح؟ فلاحظ يا اخوان بالتمبرال سيميشن شو القصه؟ القصه انه انا عندي سنجل سينابس وليس ملتيبل، وانا عندي بكون اللي هي التحفيزات فيري كلوز ان تايم، يعني صارن ورا بعض في فتره زمنيه قصيره بيناتهم. ولاحظ انه مش صارن في نفس الوقت، صارن ورا بعض. فالسبيشال والتمبر شو بيفرقوا عن بعض؟ السبيشال كان عندي ماني سينابسز، هون عندي سينجل سينابس. سبيشال انا صار عندي التحفيزات كليات في نفس الوقت، بينما التمبرال التحفيزات صارن ايش مالهن؟ في اوقات متقاربه. فيا اخوان نفس الحكي، السبيشال سميشن زي ما قلت لك، انا عندي بري سينابتيك تيرمينلز ذا ذي ار يوجوالي ستيمولييتد ات ذا سيم تايم. يعني عارفين انا عندي اكثر من بري سينابتيك تيرمينال كلهم قاعد يطلعن اكسايتيشن ايش ماله في نفس الوقت، التي تؤدي الى ايش بالنهايه؟ يتجمعن ويصير لهن سميشن، فذي ار ادد تو وان انذر، مما يؤدي الى تحفيز النيورون اللي بعده. هسه يا اخوان بالله السؤال، انا عندي هذا البادي اوف ذا نيرون، صح؟ خلينا نشيل هذا العجله كلياتها اللي عندنا اياها هون، نشيلها كلياتها على السريع، نشيلها على السريع، شو على السريع. اوكي، انا عندي يا اخوان هذا عباره عن ذا بادي اوف ذا نيرون، صح؟ نفترض انه هذا اللي هو السينابس حفز لي من هاي الجهه، كان عندي سينابس ثاني حفز لي من هاي الجهه، سينابس ثالث حفز لي من هاي الجهه. هل بتختلف الجهه اللي انا بحفز فيها هذا السيل بادي؟ لا يا اخوان ما بتختلف. يعني انا عندي في هاي الجهه حفزت لي قنوات الصوديوم تفتح والصوديوم يفوت فقعد لي هون، هاي حفزت لي انه يفتح قنوات الصوديوم لي هون فحفز لي انه الصوديوم يفوت وين ويقعد لي هون. طيب كيف ما بتختلف هاي الاماكن؟ بتختلف عفوا اماكن دخول الصوديوم قاعده بتختلف، صح يا اخوان؟ بكل بساطه في داخل السيل بادي اي هاف فيري هاي كوندكتيفيتي للايونز، عندي نقل سريع وعالي جدا للايونات في داخل هذا السيل بادي، فمن وين ما تدخل انا ايونات الصوديوم بالنهايه راح تنتشر بسرعه هائله وتعبي السيل بادي كامل، تمام؟ فبيجي بحكي لك اذا صار تغيير بالبوتنشال باي بوينت في هذا السوما ما راح يكون انا عندي ايش بفرق، وكل النتيجه بالنهايه راح تكون ايش مالها؟ ايكوال ونفسها اكزاكتلي ايكوال. ليش؟ بسبب الفيري هاي الكتريكال كوندكتيفيتي او اللي هو النقل الكهربائي السريع جدا للايونات في داخل هذا السيل بادي، فبتتوزع عند الايونات بشكل هائل في داخل هذا السيل بادي. هاي نقطه انه اشطبها، تمام؟ فبيجي بيحكي لك اذا كان هذا الاكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال الاكثر من واحد هذول صار متجمعات فوق بعض وصارت جريت انف اي كبير كفايه انه توصلنا عند ثريشولد، هون مين بتكون؟ الاكشن بوتنشال، نقطه. يا سلام عليك. بينما التيمبورال سميشن قلت لك هو عبارة عن عصب، هاي التيرمينالز هاي عصب ثاني وعندي سينابس واحد بس بيناتهم، مش انه اكثر من واحد قاعد بيغذي، لا عبارة عن سينابس واحد بين نيرون ونيرون ثاني، قاعد هذا النيرون بيطلع لي اكشن بوتنشال بيرفع لي شوي، طلع لي اكشن بوتنشال ثاني رفع لي كمان شوي، طلع اكشن بوتنشال ثالث كمان رفع كمان شوي، تمام؟ ففي عندي انا وقت ومده بين كل اكشن بوتنشال والثاني، وقلت لك ايش اللي بيخليهم ينجمعن؟ انه انا عندي الاكشن بوتنشال الاول اللي اجى عندي وفات ادى الى رفع هذا البوتنشال بمقدار مثلا 5 على سبيل المثال، صح؟ هاي الرفعه دامت مقدار 15 ملي سكند. في اثناء هاي 15 ملي سكند اجى اكشن بوتنشال ثاني رفع لي اياها مره ثانيه كمان 5، وفي غضون كمان 15 ملي سكند هذول الثانيات اجى الاكشن بوتنشال الثالث رفع لي كمان 5. فلاحظ بين انا باجي بحكي لك البوست سينابتيك بوتنشال سواء كان تحفيزي او تثبيطي قلنا قديش بدوم؟ 15 ملي سكند. ففي هاي المده اذا اجى عندي محفز ثاني سيزيد البوست سينابتيك بوتنشال to a greater level لمدة أو level أعلى، يعني مثلا نفترض أنه مثلا هذا زاد لي على سالب 65 يجي أكشن بوتنشال ثاني برفع لي عند سالب 60،
تنجى الثالث، فانا الثالث 55 وعاد كون انا بوصل لايش الثريشولد، شو بسوي لي اللي هو الاكشن بوتنشال. وزي ما بحكي وزي ما بعرف، كلما كانت انا عندي الاكشن بوتنشال هذول اللي ورا بعض اسرع واكبر، كلما كانت الرفعة في هالبوتنشال اللي هون كمان كان أعلى. والله ما بدي علم، لما أزيد الأكشن بوتنشال اللي واصلة وأقل المدة اللي بيناتهم، هذا البوست سينابتيك ممبرين مش راح يوصل الفرشة بشكل أسرع بالضبط. فكلما كانت more rapid the rate of stimulation، كلما كان التحفيز أسرع، it will be the greater post synaptic potential، وراح يوصل عندي أنا البوتنشال في هذا البوست سينابتيك ممبرين بشكل أكبر وبشكل أسرع ويحصل الأكشن بوتنشال. فما هو تعريف التيمبورال سميشن؟ هو successive discharges، أي تطليعات للأكشن potential وراء بعض من single presynaptic أو من single synapse، وإذا كانت سريعة كفاية وراء بعضها راح ينجي ينجمع ويخلي لي هذا postsynaptic potential يوصل للثريشولد ويسوي للأكشن potential. تمام، يا سلام عليكم. وبهيك نكون خلصنا هاي المحاضرة يا أخوان، وأي حدا عنده أي سؤال تقدر تسألني بأي وقت، ويعطيكم ألف ألف عافية.